Okay, so some information about the course اللي هو CSE 212 Computer Organization. انتوا في سنة أولى في سنة أولى كهرباء خدتوا كورس اللوجيك سيركتس. ده الكورس الثاني بعد اللوجيك سيركتس كمبيوتر اورجانيزيشن، واللي فيكم مكملين في حاسبات هياخدوا في سنه ثالثه كورس كمبيوتر اركتكتشر. دول مجموعه الكورسات البيزك او الاساسيه للي عايز يتعلم ديجيتال سيستم او كمبيوتر اورجانيزيشن او كمبيوتر ديزاين. اذا قلنا دي مش الكورسات الوحيده، في فيما بعد اللي هكملوا حاسبات هيدرسوا مجموعه كورسات ثانيه تحت تايتل الكمبيوتر ديزاين، بس لوجيك ديزاين كمبيوتر اورجانيزيشن كمبيوتر اركتكتشر ار ال بي دي كورسز. فده الكورس الثاني في المجموعه من الكورسات اللي انتوا بتدرسوها. الهدف السلايدز دي ان احنا نتكلم بس على الانترودكشن والموتيفيشن للكورس والكورس اوتلاين والكورس كونتنت والكورس رولز وهكذا. الانستراكتور بتاع الكورس انا الاولاني اللي هو محمد واثق الخراشي، ده الايميل بتاعي، ومعايا الدكتور طاهر، دكتور محمد طاهر، وده الايميل بتاعه. السلايدز دي انا راح احطها على مايكروسوفت تيم للمحاضره او بكره الصبح ان شاء الله. المعيدين بتوعنا معانا المهندسه ابرار والمهندس رز. المهندس رز هو التي اي ليد المسؤول عن الكورس. المعيدين هيتي اي كورس في حاسبات واتصالات، كل حاجه ابلاي على حاسبات واتصالات سيم، فبعد كده مش هقول كده حاسبات واتصالات ايه تاني. احنا رايحين نعمل اوفيس اورز لسه ما حددناهاش. الاوفيس اورز دي هتبقى غالبا اونلاين، هيبقى في 1 اور او اكتر اونلاين اوفيس اورز. اللي عنده اسئله بيجوين ويجي يسالنا على اسئله احنا عايزينها. هنتفق على ميكانيزم معين الاوفيس اورز، ان انتوا الاول تقولوا لنا على ان انتوا هتيجوا الاوفيس اورز، وبعدين هتبعتوا لنا الاسئله، وبعد كده نبقى في اوفيس اورز. هنتفق على الكلام ده فيما بعد. الكورس في فيسبوك بيج اللي هي دي، اللي هي انا حطيت اللينك بتاعتها على البيج بتاعتكم asu.cse212، اللي هي اساسا عليها كل الانونسمنت والماتيريال وكل حاجه خاصه بالكورس. الماتيريال بتاعه الكورس هتبقى كلها delivered through Microsoft Teams مع تحت اللينك اللي هي بتاعه فايلز. هحط لكم برضو الكورس سبيسيفيكيشنز اللي هي بتلخص الكورس from the quality point of view على المايكروسوفت تيم. البيج دي مهمه جدا، دي انا واخدها من اللائحه من البايلوز بتاعه الكورس، واخدها as it is، ودي فيها المعلومات الخاصه بالكورس. يعني ايه؟ يعني هي بتقول البيج دي البريكويزيتس للكورس ده هو اللوجيكال لوجيك ديزاين والكمبيوتر بروجرامينج. فالمعلومات اللي انا متوقع انك تكون عارفها في الكورس ده، يو نو ا بيت اباوت كمبيوتر بروجرامينج اند يو نو لوجيك ديزاين. الكورس عباره عن ساعتين ويكلي ليكشر وساعتين توتوريال. الويكلي ليكشر از منشند هيكونوا كلهم اونلاين، والتوتوريال هتكون ساعه اونلاين وساعه فيس تو فيس. الكورس ده اوفر لحاسبات as well as اتصالات. الدرجات بتاعت الكورس divided as 20% student activities 20% midterm. مفيش practical exam، مفيش lab component في الكورس ده زي ما انتم شايفين هنا، و 60% على الفاينل exam. الدرجات بتاعتنا بتاعت اعمال السنة اللي هي student activities والmidterm هتبقى divided ازاي؟ في student activities فهيبقى فيه lecture bonus marks، دي مش داخلة أساسا، دي بونص يعني إكسترا ماركس. أثناء المحاضرة هبسألكم أسئلة pop questions يعني ما هيش مترتب لها، و raise your hand whoever gets a question will get the bonus mark. أنا will tell you الميكانيزم إنك أنت تريكورد المارك for yourself. So please pay attention, I'll be asking you questions. Section attendance participation في السكشن عليه 10 درجات. كل سكشن لاين أو في الكلاس هيتسجل له حضور ورايح يكون عليه درجات. مفيش حضور واتندنس في المحاضرات، يعني انا there is no marks for attending lectures but for sections you must attend and you'll get one mark per every section you attend. تمام. هيبقى في two online quizzes كل واحد فيهم من 5 درجات، دول كلهم مع بعض هيصمتوا 20 درجه تحت title student activities. طبعا هي الماكسيمم للستودنت اكتيفيتيز 20 درجه، يعني اللي هيجيب نتيجه البونص درجات زياده مش هياخد اكتر من 20. الميد تيرم ورث 20 درجه والفاينل ورث 60 درجه. في تفاصيل موجوده هنا كتير، التفاصيل دي كلها السلايدز هتكون موجوده عندكم اونلاين.
الكورس ده اساسا كان في اللائحه القديمه زي ما هو موجود، كان بس كان رقمه 211، هو حاليا اصبح رقم 212. الامتحانات السابقه كلها بيحلولها في الكورس ده، هتبقى افيلبل عندكم على مايكروسوفت تيمز. تمام، في امتحان ميد تيرم في الكورس ده هيتعمل في اثناء اسبوع الميد تيرمز، هيكون اعتقد فيس تو فيس، اكشن الكليه هتعمل ايه، بس بيزد على الكليه هتعمله احنا الفولو ذا سيم ثينج، وهيكون عليه 20 درجه، وهقول لكم ساعتها على الكونتنت اللي داخله في الامتحان ساعه ما نعرف هيبقى ميعاده امتى. الكورس ديسكريبشن موجود هنا، الكونتنت بتاعت الكورس انا هفصلها بعد شويه، بس دي الكورس ديسكريبشن از منشند في اللائحه او في الكالندر بتاعت الكليه. الكورس اوبجكتيفز دي مهمه قوي، احنا وات وي ليرن في الكورس ده مهم ان احنا نعرفه في بدايه الترم، وذن وي ميت اجين ات ذا اند اوف ذا كورس ان ايفالويت توجذر هل احنا اتعلمنا الحاجات دي ولا لا. هدف الكورس تو بريزنت ذا فاندمنتال برنسبلز اوف كمبيوتر اورجانيزيشن اند ديزاين. الكورس بتاعنا ده في سنه ثانيه او في جونيور ليفل هيستعمل بريث ابروتش، اللي احنا هنتعلم حاجات كتير بس مش هنجو ديب فيها قوي، في بعضها هنجو ديب فيها قوي بس ان جنرال لا، الفكره ان احنا هنتعلم حاجات كتير. الكورس هدفه كمان تو تيتش ان ديتيل ذا كوانتيتيف ميثودز يوزد ان كمبيوتر سيستم بيرفورمانس ايفالويشن. يعني ايه؟ يعني لما اجي اسالك سؤال الكمبيوتر ده احسن من اللابتوب ده ولا لا، you should be able to answer me based on scientific facts ده احسن ولا لا، and quantitatively. quantitatively باللغه العربيه يعني كمي، يعني تقول لي ده احسن من ده مره ونص، مره وثلاثه من عشره، based on equations، based on formulas، based on scientific approach، مش based على احساس او تخمين او الماركت او كده، لا احنا هنتكلم على ال scientific equations. ده هدف اهداف الكورس. هنتكلم كمان briefly show how to evaluate power the power consumption بالبروسيسور، والمشكله الحاليه الكبيره في تصميم البروسيسور او تصميم الهاردوير هي الباور، ونتكلم على الباور وول. يعني ايه الباور وول؟ كما لو كان واحد عمال يجري في الاخر خبط في الحيطه نتيجه عنده مشكله اللي هي الباور. هندسكاس اند موتيفيت الشيفت للمالتي كور بروسيسورز، هنعرف ليه الكمبيوتر مانيفاكتشر فجاه قلبوا الكمبيوترز كلها بقت مالتي كور، وايه الاستفاده من كده وايه معناه. هنتكلم على concept of instruction set architecture و related design principles. احنا في الماضي زمان قوي لما كانوا بيصمموا الكمبيوترز كانوا بيصمموا الكمبيوترز وبعدين يكتبوا له برامج يدوروا على استخدام. حاليا احنا ما بنعملش كده، احنا actually بنشوف احنا عايزين الكمبيوتر ده يعمل ايه ونصممه، وبالتالي سبق اسمه instruction set architecture computer. هنتكلم عن ده بالتفصيل. هنintroduce the architectural technique used to design and build modern high performance microprocessor. towards the mid of the course احنا actually هنديزاين سمبل بسيط مايكرو بروسيسور، بس هنسميه فروم اي تو زد كيبابل انه اكسكيوت البرامج اللي احنا اتعلمنا ازاي نكتبها بلغه الاسمبلي. هنتكلم على الريسك بروسيسور اركتكتشر، وهنتعلم الاسمبلي بتاع الريسك بروسيسور، ده بروبلي الكورس الوحيد اللي هتعلمه فيه اسمبلي، ورايحين نصمم بروسيسور للريسك كمبيوتر ده. ده الاوبجيكتيف بتاعت الكورس اللي احنا هنيجي في اخر الكورس ونبص كده نشوف احنا اتعلمناها ولا لا. واي امتحان كويس مهمته ان ايفالويت يو اجينست اور فيرسس الاوبجكتيفز دي، بمعنى ان لما اقول انك انت جبت في الكورس 75% 80% then you mean that you achieved الاوبجكتيفز دي بنسبه 75 او 80%. باي ذا تايم انت ما تخلص student completes the course he or she should be able to answer the following questions، اللي انا مش هانسرهم دلوقتي، I'm not going to answer these questions now. بدا الاهداف بتاعت الكورس، how are programs written in high level language اللي انتوا درستوها في سنه اولى في السي مثلا او الجافا لو حد فيكم يعرف عن لغه الجافا، translate into the language of the hardware، الهاردوير اللي احنا بندرسه ما بيتكلمش سي او جافا بيتكلم لغه ثانيه، and how does the hardware execute the resulting programs. ده هنتعلمه في الكورس اللي هو الهاردوير سوفت وير انترفيس. what is the interface between the software and the hardware، ازاي عالم السوفت وير وعالم الهاردوير بيتقابلوا مع بعض، وان بوينت عالم السوفت وير لازم يتقابل مع عالم الهاردوير تو اكسكيوت السوفت وير اند هاردوير، اند هاو داز السوفت وير انستراكت ذا هاردوير تو بيرفورم نيدد فانكشنز. خلينا دايما حاطين في اعتبارنا ان السوفت وير هو الكاستمر هو الكلاينت والهاردوير هو السيرفر. doesn't mean client server architecture but means ان هو السوفت وير needs to do some function and the hardware needs to do this function. okay, what determines the performance of a computer of a program and how can a programmer improve. تكتب ابتدائي انتو البرفورمانس في الكورس ده او بصفه عامه في الاركتكشر بيعني لنا تراديشنالي السبيد، انك انت تاتشيف التاسك ان شورتر بيريد اوف تايم.
بس بعد كده برضو البرفورمانس بقى بيعني لنا انه يكونسيوم ليس ايه ليس باور. What techniques can be used by hardware designer to improve performance? What are the reasons for and the consequences of the recent switch from sequential processing to parallel processing? ريسنت دي مش معناها امبارح ولا اول، ده الكلام ده تم من 15 سنه مثلا تقريبا، بس ما زالت ريسنت في الهيستوري بتاع الكمبيوتر. في 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 كونسبت مهمه احب اوضحها في الاول، يعني ايه كمبيوتر اركتكتشر، يعني ايه كمبيوتر اورجانيزيشن، يعني ايه كمبيوتر امبلمنتيشن، يعني ايه هاردوير. من الحاجات اللي هي مش صح قوي ان الكورس ده في الماضي مثلا الطلبه يقولوا عندنا ايه، عندنا كورس هاردوير، عندنا كورس لوجيك. ده مش كورس لوجيك ولا كورس هاردوير، هو كورس كمبيوتر اورجانيزيشن. ايه الفرق بين الاركتكتشر والهاردوير والامبلمنتيشن والاورجانيزيشن؟ although they are all the same. They're all the same. الكمبيوتر اركتكتشر in the past often referred to only to the instruction set design. يعني ايه ازاي نحن design architecture for instructions. دلوقتي هو بيرفير to the actual programmer visible instruction set. ايه ال okay hold on لحظة شوف في مشكلة في نستوجين فهل معلش سوري الظاهر في حد بيحاول يدخل المحاضره مش عارف. الكمبيوتر اركتكتشر دلوقتي بيرفير تو ذا اكشوال بروجرامر فيزيبل انستراكشن سيت، و بينكلود ايه الحاجات اللي البروجرامر محتاج يعرفها عن الهاردوير زي الانستراكشن سيت والاورجانيزيشن والهاردوير. الامبلمنتيشن معناها الهاردوير الاكشوال هاردوير اللي بينفذ الكمبيوتر ديزاين او كمبيوتر ابستراكشنز اللي هو بيشمل الاورجانيزيشن والهاردوير. الكمبيوتر اورجانيزيشن هو الهاي ليفل aspects of the computer design. يعني ايه؟ يعني memory وبص وسي بي يو ال يو components بيكلموا بعض through buses. ده الكمبيوتر ايه organization. الهاردوير refers to the specs specifics of a computer زي logic gates packaging البوردة اللي معمولة البي سي بي الكلوك. التفاصيل بتاعت ال actual implementation دي بنسميها الهاردوير. الكمبيوتر ديزاينر ان جنرال، الكمبيوتر ديزاينر ان جنرال مهمته التاسك بتاعته ان هو بيديتيرمن وات اتريبيوتس ار امبورتنت فور نيو كمبيوتر. لو حد بيصمم نيو كمبيوتر ايه الفيتشرز بتاعته. في الوقت الحالي اصبح الهدف الماكسمايزنج البرفورمانس ويذن الكوست كونسترينز، لانه احنا اكشوالي عندنا الكمبيوتر حاليا اللي بتنباع بتعرف تعمل كل حاجه. طب ليه في كمبيوتر جديد؟ يبقى هو لازم يكون بيتر في البرفورمانس. الكمبيوتر ديزاينر لازم يبقى عنده او يتعلم يعمل instruction set design, function organization, logic design, implementation. الكورس ده هيركز على الحاجتين الاولانيين هم instruction set design وال functional organization. الباك جراوند بتاعك او الديزاين الهاردوير ديزاينر محتاج يبقى عنده knowledge في اللوجيك ديزاين الكومبايلرز اوبريتنج سيستم. الكومبايلرز اوبريتنج سيستم دي اللي كملوا فيكم حاسبات هيدرسوها بعد كده في سنه ثالثه وفي سنه رابعه. As I mentioned, the course prerequisites بتشمل
البرنسبلز اوف كمبيوتر بروجرامنج نوت ديب، بس انا محتاج تكون انتوا عارفين سي وعارفين يعني ايه بروجرامنج، معنى لوبس وفاريبلز وستيتمنتس والكلام ده كله. وي ار نوت جوينج تو رايت سي ان ذيس كورس، بس اي اسيوم انك يو نو سي، يو ويل بي جيفن بارتس اوف ا سي بروجرام تو ترانسليت تو بروسيس اند سو اون. محتاج تريفرش يور باك جراوند في اللوجيك ديزاين، لان الكورس ده از بيزد اون ا كورس اوف لوجيك ديزاين كورس. الكورس ليه تكست بوك اللي هو اسمه موجود على السلايد ده، احنا مش هندرس التكست بوك كله، احنا هناخد منه ابيندكس بي، شابتر 2 شابتر 4 شابتر 1، حتى شابتر 4 هناخد نص بس، اللي هيكمله في ثالثه حاسبات فيما بعد هياخدوا بقيه الايه، هياخدوا بقيه ال هياخدوا بقيه الكتاب. تمام، الكتاب افيلبل، في منه نسخ اونلاين وفي نسخه انا حاططها على المايكروسوفت تيمز اللي عايز تتفرج عليه. It is good to have a copy of the book for your knowledge. السلايدز فيها الماتيريال اللي احنا عايزينها كلها مشروحه. الكتاب كويس for to have more explanation, more description and so on. But all material we need are included في السلايدز اللي موجوده على مايكروسوفت تيمز. تمام، بالتفصيل الكونتنت بتاعه الكورس، احنا اول حاجه هنبتدي بيها هناخد شابتر بي. شابتر بي ده اكشوالي احنا هنلخص فيه سريعا الحاجات الكريتيكال او كروشيال اللي احنا عايزينها من كورس الديزاين اللوجيك ديزاين. هنتكلم على الاري اوف لوجيك اليمنتس، هنتكلم على الاريثمتيك لوجيك يونت، هنتكلم على الريجستر فايل. Just to make sure ان احنا فاكرين الحاجات دي كلها، وهوبفلي نقدر نكمل الحاجات دي نشرحها النهارده. شابتر 2 بعد كده هنبتدي فيه الاسبوع الجاي، ده بيتكلم على الانستراكشن سيت اركتكتشر او الانستراكشنز اللي هي بتاعه البروسيسور اللي احنا عايزين نصممه. هنتكلم فيه على كل الاسبيكت بتاعه الانستراكشنز دي at the assembly level, at the hardware level, at the level of the machine. خلاص، وهنقعد في الشابتر ده تقريبا 40% من وقت الكورس. بعد كده هنتكلم على نص شابتر 4 الاولاني اللي هو هنصمم فيه بروسيسور، هنصممه كاملا من 0 to 10 from A to Z، هنصمم كل حاجه فيه ونعمل له ايفالويشن في الاخر للبرفورمانس ونشوف هو بيبرفورم كويس ولا لا. از ا فيري بيزك بروسيسور. بعد كده رايحين ناخد شابتر 1 بقى في الاخر اللي هو هنتكلم فيه عن البرفورمانس والباور وول، وذ هاو تو ايفالويت البرفورمانس اند هاو تو اندرستاند الباور بروبلم. ده الكونتنت بتاع الكورس. خلاص، السلايدز دي راح احطها اونلاين على الدرايف بعد ما ابديت واكم اميك كومبليت باي بالاوفيس اورز والتفاصيل بتاعتها ان سو. ممكن اقف هنا ابوز هنا فور مينيت، اللي عنده سؤال يرفع ايده وانا رايح اجاوب على اسئلتكم قبل ما ابتدي في المحاضره اللي عايز اشرحها النهارده. اللي عنده سؤال بس يرفع ايده. معاذ أيمن تفضل. معاذ عندك سؤال؟ طيب ما حدش يا جماعة يرفع إيده إلا إذا كان عنده سؤال. عمار ياسر تفضل. أنا اللي رافع إيده بعمل له أميوت عشان يقدر يتكلم. طيب برضو ما ترفعوش ايديكم الا اذا كنت عندكم سؤال. عمار بيسأل do we have coding courses this year؟ في حاسبات في الترم الثاني في programming course 2 تكمله اللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت في الترم الثاني اللي هو mainly object oriented programming. طيب اللي عنده سؤال يرفع ايده لان انا مش 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 بقرا الشاتنج يعني. فاللي عنده سؤال اللي عنده سؤال ممكن يرفع ايده وانا اجاوبه على السؤال.
انا هاخد 2 كمان، احمد رجب، محمد رجب اللي انا بقول اسمه بعمل له عايزنا كده اتفضل. دكتور، عايزنا كده دكتور اتفضل. الجزء اللي هو بتاع الفرق بين الكمبيوتر اورجانيزيشن والامبلمنتيشن، الجزء ده ما فهمتوش خالص. هرجع اتكلم عنه تاني. حاضر، هرجع تاني بعد ما اشوف بس الاسئله، ارجع تاني اتكلم عنه. احمد ياسر، دكتور هو دلوقتي الناس بتحاول تخش على الميتنج، بس عمال يقول لها ذا ميتنج از فول، في ناس كتير بتحاول تخش مش عارف. هو انا مش عارف الماكسيمم كام لمايكروسوفت تيمز، انا متصوره ان الماكسيمم 450، هو دلوقتي قدام مني فيه 360 واحد في الكورس ما تقريبا. هو كنا في المحاضرة قبلها برضه وكان نفس الكلام طب عملتوا 360، ايه؟ اتصرفتوا ازاي؟ ما دخلوش. طب هي المحاضره متسجله، فانت ممكن تقول للطلبه ان المحاضره كلها متسجله، واللي عنده سؤال او حاجه مش واضحه بعد المحاضره ممكن يبعت لي على الايميل او على الفيسبوك وانا اجاوب عليها. تمام، شكرا يا دكتور. طيب، طيب انا هكتفي بكده واعمل ايه؟ انا متصور انت شايفين دلوقتي السلايدز بتاعت ذا بيزكس اوف لوجيك ديزاين. انا متصور ان شايفين ده السلايدز بتاعت ذا بيزكس اوف لوجيك ديزاين. زميلكم كان سالني من شويه الفرق ما بين الكمبيوتر اورجانيزيشن والامبلمنتيشن. الاورجانيزيشن عباره عن مجموعه موديولز از بلاك بوكسز بنكونكتهم ببعض تو امبلمنت ا فانكشن. يعني فور اكزامبل بنجيب الميموري از موديول. الميموري دي في الاصل كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن سيت اوف لوجيك جيتس درستوها انتوا في كورس اللوجيك، بتعمل فانكشن ريد ورايت، انيبل وديسيبل بالتفاصيل بتاعتها. احنا في الكمبيوتر اورجانيزيشن وي دونت كير اباوت الديتيلز بتاعه الموديول من جوه. وي جو ثرو ا ليفل اوف ابستراكشن، وي جيف يو موديول از ا بلوك انتل يو الموديول ده بيشتغل ازاي وبياخد انبوت شكله ايه واوتبوت شكله عامل ازاي اند سو اون. سو وي هاف ا ميموري، وي هاف ان ال يو، وي هاف ا ريجستر فايل، وي هاف ا ريجستر، وي هاف ا باس، كلهم كونكتد ببعض الباسز. ده الاورجانيزيشن، هاو وي كونكت ذم، طبيعتهم شكلها عامل ازاي، الاوبريشن شكلها عامل ازاي، بين ريد بين رايت، ايه الفانكشن بتم بيرفورم باي ال يو. الامبلمنتيشن هو الاكشوال امبلمنتيشن بتاع الميموري، وي برينج ا ميموري، هاو ديزاين ات، هاو وي كونستراكت. ده الفرق بين الامبلمنتيشن والاورجانيزيشن. زي بالظبط كده، بس ده تشبيه جنرال قوي، زي العماره والهندسه المدنيه. في الهندسه المعماريه بيرسم بلان، بيحط اوض، بيحط صاله، بيحط شركه، بيحط مدخل، بيحط كوريدور وهكذا. الامبلمنتيشن بقى اكشوال الحيطان والكومبوننت اللي استعملناها والاسمنت والحديد حاجات زي كده. ده الفرق ما بين الايه، ما بين الايه. خلينا دلوقتي نجو ثرو البريف شابتر اوف كويك ريفيو. احنا مش هنعمل كومبليت كويك ريفيو اكشوالي على اللوجيك ديزاين. الهدف من الجزء ده او المحاضره دي ان احنا نريفيو الحاجات اللي محتاجينها urgently علشان نقدر ندرس الجزء بتاعنا. بس in general I expect انك انتوا لحظة واحدة.
الهدف اللي مش السلايدز دي ان احنا نخلص كورس اللوجيك ديزاين ان ريفيو كله، لا الهدف بس الحاجات الارجنتلي ان انا محتاجها للكورس او الكام اسبوع الجايين في الكورس اراجعها بسرعه. لكن ان جنرال انا اكسبكت ان انتم راجعين كورس اللوجيك كويس، اللي مش مراجعه محتاج ريفرش، لان هو الكورس خصوصا لما نوصل لجزء البروسيس ديزاين بعد 5 أو 6 أسابيع قبل الميد ترم بحاجه بسيطه هنحتاج النولج بتاعتكم في الكورس اللوجيك ديزاين. السلايد دي او السلايد دي بدأ بالسلايد اللي على الوش اللي هي الرسمه الموجوده دي هنشوفها كتير طول السنه. دي رسمه عباره عن ايه؟ عباره عن overall components of a processor. فهنلاحظ فيها ايه؟ احنا مش هنبقى فاهمينها كلها دلوقتي، هنلاحظ فيها البروسيسور نفسه موجود او الكمبيوتر overall component of a complete system. فيها البروسيسور اللي احنا هنتكلم عنه في الكورس السنه دي، وفيها الميموري، وفيها الديفايسز اللي هي input output devices، وده ما يبني كمبيوتر. وهتلاحظ ان احنا في المودرن فيو للكمبيوتر بنحط معانا البرفورمانس ايفالويشن، لان البرفورمانس بارت مهم من الديزاين بتاع الكمبيوتر وي كانت اجنور، وبنحط معانا الكومبايلر وانستراكشن اركتكتشر. اولذو ان الكومبايلر ده عمره ما يكون هاردوير، الكومبايلر ده عباره عن سوفت وير بروجرام، والانستراكشن سيت اركتكتشر دي حاجه فيرتشوال بتقول ايه الانستراكشنز اللي سبورتد بالكمبيوتر ده او الكمبيوتر ده بيعملها اكسكيوشن. رغم ده احنا بنعتبر دول انتجرال بارت من الديزاين او الاندرستاندينج بتاع الكمبيوتر ايه؟ الكمبيوتر ديزاين. طيب رايحين نتكلم على الاري اوف لوجيك اليمنتس، هنتكلم على الاي ال يو، وهنبني اي ال يو كامله اللي احنا محتاجينها في البروسيسور، وهنتكلم على ريجستر فايل اللي هو سام فورم اوف ميموري. خلاص ليت اس ستارت بي الاري اوف لوجيك اليمنتس. يعني ايه اري اوف لوجيك اليمنتس؟ يعني احنا وي ستاديد انتو كورس اللوجيك المالتيبلكسر ده بيعمل عباره عن ايه؟ عباره عن element بياخد مجموعه من الانبوتس، وسلكت لاين بيقول لك تختار مين في الانبوتس دول يبقى هو الباس تو اوتبوت. اللي احنا درسناه في كورس اللوجيك which is completely correct ان الانبوتس والاوتبوتس وكانوا سنجل بيتس، يعني عندك 1 بيت كان اسمها A و1 بيت اسمها B بيطلع 1 بيت اسمها C، والسلكت لاينز هو اللي كان allowed يبقى multiple bits، لان هو بيختار ما بين الايه which input تطلع الاوتبوت. لو عندك 2 inputs فبتحتاج 1 بيت في السلكت لاين، لو عندك مالتي inputs بتحتاج مالتي بيت في الايه في السلكت لاين. في كورس الاورجانيزيشن نتيجه ان احنا بنتكلم على موديولز بتتكلم مع بعضها، احنا الاوتبوتس من الموديولز ما بقاش سنجل بيت، بيبقى مالتي بيت. فور اكزامبل البروسيسور احنا هندرسه هيبقى 32 بيت بروسيسور، فانت هتلاقي عندك موقف في input داخل المالتيبلكسر عباره عن 32 بيت input وبنطلع 32 بيت output. المالتيبلكسر ده عباره عن سيمبل او طريقه نوتيشن عشان نقول بيها ايه، ان احنا اكشوالي عندنا ان اري مجموعه من الاليمنتس كلهم شبه بعض، كل واحد فيهم داخل له 1 بت كلهم ولهم نفس السلكت لاينز داخل لهم كلهم. فان النوتيشن المرسومه دي بتاع 32 بت انبوت مالتيبلكسر ما هي الا اري اوف ا سيت اوف مالتيبلكسرز كل واحد داخل له 1 بت وكلهم كنترولد بنفس السلكت لاينز، وبالتالي بتختار نفس البيت من كل مجموعه فبالتالي يطلع الاوتبوت بتاعها في الاخر. فهو ده ما المقصود بيه بالاري اوف لوجيك اليمنتس، and this would be repeated itself of lots of elements. If you find an AND gate داخل لها 32 بيت انبوت، انت فاهم ان هي عباره عن بانك اوف AND gates عاملين اري كده كلهم بيدخل لهم 1 بيت وكلهم بيشتغلوا مع بعض to AND 32 بيت تو انبوتس ات ذا سيم تايم. خلاص ال 32 بيت ده هو الكونكشن ده بنسميه بس، لما تلاقي لاين عليه مالتيبل والبيتس بنسميه باص. يبقى الباص هو عباره عن ايه؟ A collection of data lines that is treated together as a single logic signal. لما يكون عندك 1 بيت بنسميها واير على مستوى الهاردوير، لما عندك مالتي وايرز او مالتي بيتس بنسميها ايه؟ بنسميها باصص. فمني اوف ذا كومبينيشن اوبريشن تو بي بيرفورم اوف كمبيوتر اركتكشر ويل بي بيرفورمد اون مالتي بيتس، غالبا هتبقى 32 بيتس غالبا، مش لازم الكيس. وفي الحاله دي هنحتاج ايه؟ An array of logic elements اللي هو بالمنظر او الاورجنايزيشن اللي احنا شفناه كده. Buses that are not explicitly labeled، لما تتاكد انه بس ما لهوش رقم، فاحنا في الكورس ده بنassume انه 32 بيت كويس. لو otherwise هنعمل شرطه كده ونكتب العدد، لو 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 مش معاملين شرطه وكاتبين عدد واضحه هتبقى سنجل بيت. خلاص زي هنا مثلا كلمه select is a single bit واضحه مش محتاجه مننا مجهود. ليه؟ لان actually دول تو inputs والتاني محتاجين 1 بيت for select line. خلاص دي بس للتوضيح، يعني ايه array of logic elements عشان ما تتلخبطوش. تعالوا نبني مع بعض فول 32 بت ALU. انا عارف ان درستوا ال ALU في كورس اللوجيك في سنه اولى، بس احنا هنصمم ALU ستيب باي ستيب من 1 بت لغايه لما ناخد 32 بت. بتعمل a set of defined operations
ليه البروسيسور هنبنيه. فدي مش جنرال بيربز، هي جنرال بيربز بس مش لكل حاجه، هي تيلورد تو بي جنرال بيربز فور ذا بروسيسور اللي احنا رايحين ايه رايحين نبني. ف تعال نبتدي الاول نبني 1 بيت اليو. افترض انك انت عندك الدايره اللي موجوده على اليمين دي، الدايره دي عباره عن ايه؟ عباره عن اند جيت واور جيت، وداخل لهم تو انبوتس، بس تو انبوتس داخلين التو جيتس ات ذا سيم تايم، يعني ايه داخله الاند والبي داخله للاند، الاي داخله الاند والاور، والبي داخله الاند والاور، والاوتبوتس بتاعهم داخل على مالتيبلكسر. الرسمه دي في الكورس ده تعني مالتيبلكسر. المالتيبلكسر انتوا درستوه يا اما بالشكل اللي هو يا اما بالشكل اللي هو كان عامل كده عشان تقدر تتبعوا شكل الماوس بتاعي. انا بحاول ادور على القلم. ممكن اعمل كده بس ما بيكتبش اهو. كنت دارسين المالتيبلكسر اللي كان عامل كده، او هناخده بالرسمه ده. خلاص فيا اما الرسمه بالشكل ده المالتيبلكسر، يا اما بنعمله كده. احنا في الكورس ده هنمشي مع الرسمه دي. خلاص طيب ايه اللي احنا عملناه هنا؟ احنا اكشوالي عملنا فيري سمبل ALU arithmetic logic unit. ليه؟ عندها مالتي فانكشن، عندها تو فانكشنز اهم الاند والاور، وعندنا طريقه نختار بينها بالتو فانكشنز دول. فدي البيزك ALU خالص، الفيري سمبل ALU. يو كان ريبليس الاند دي باي حاجه ثانيه، كان ريبليس الاور دي باي حاجه ثانيه. المالتيبلكس ده هيقول لك تدو اند اور اور، والريزلت هتطلع هنا. خلاص كل انت محتاج تعمله انك تحط دي في بوكس كده وتقول لها ان هي اند اور. فالاوبريشن لما يكون 0 اللي هي لاين اسمه اوبريشن اي 0 هيعمل اند، لو عليه 1 هيعمل اور فانكشن. طيب انتوا درستوا برضو في كورس اللوجيك الفول ادر. الفول ادر عباره عن ايه؟ عباره عن بوكس، ده اورجانيزيشن مش مهم انا يهمنيش جوه منه في ايه فور ناو. ليه تو انبوتس وليه 1 اوتبوت، وبياخد عشان يبقى فول ادر بياخد كاري ان ويطلع كاري اوت. الريزلت ليه تو انبوتس والريزلت هي السم. الكاري ان والكاري اوت دول ممكن تسميهم باي برودكت، ممكن تسميهم فلاجز، هندرسهم بعد شويه ونشوف نعمل ايه. ده الاركتكتشر الانترنال بتاع الفول ادر which I don't care about for this course. صح ان جنرال، لكن ممكن احتاج اعمل له ري اورجانيزيشن عشان خاطر استعمله في هدف معين، بس انا يهمني دي فانكشن ايه لهدف الفانكشن بتاعته. تمام. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ لو حطينا الفول ادر ده هنا اهو، وحطينا الاند والاور اللي كانوا موجودين قبل كده، وميت شور ان الاي والبي داخلين للاند والاور والفول ادر، ودخلنا انبوت زياده اللي هو الكاري ان، وعملنا اوتبوت زياده هو كاري اوت، وحطينا المالتيبلكسر بدل ما كان ليه 2 انبوتس بقى ليه 3 انبوتس، فاحنا عملنا بيجر اي ليو هتبرفورم الاند والاور والاديشن كمان. خلاص كده دونت وري اباوت ان هم 3 وان المالتيبلكسر بيبقى ليه 4 او باور اوف 2، مش مهم يعني في الاخر دي التفاصيل وي ار ابستراكتد فروم ذيس ديتيلز. ده معنى كلمه اورجانيزيشن. خلاص ال اي ليو بعد كده عملنا فيها ايه؟ حطينا هنا انذر تشينج، حطينا على الانبوت مالتيبلكسر يخلينا نختار ما بين الاي والاي بار، والبي بيختار ما بين البي والبي بار. خلاص فاحنا بالتالي بقى عندنا فارييتيز عشان نعمل اي ليو. بدل ما بنعمل اند واور واديشن، بنعمل اند واور واديشن على الانبوتس او الانفرجن بتاعهم بالكومبينيشنز بتاعتهم. خلاص وبدل ما كان عندي سنجل كنترول لاين اللي اسمه اوبريشن، بقى عندي 3 كنترول لاينز، واحد بينفرت الاي وواحد بينفرت مين البي. وبدل ما كان عندي الاي والبي بس انبوت، بقى عندي كمان في انبوت سايد انبوت كده اسمه كاري ان، والريزلت بقى عندي كاري اوت از انبوت. احنا بعد شويه هنقول على الكاري ان والكاري اوت دول، مش هنقول عليهم ايه، مش هنقول عليهم انبوتس اوت، هنقول عليهم فليكس. بعدنا بيرفورمز اند اور اند اديشن اون اي اور اي بار ام بي ام بي بار. خلاص سيلكتنج الاي بتساوي 1 هيخلي الاي انفرتد اللي داخل هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بار. خلاص واللي داخل هنا يبقى ايه؟ هيبقى بي بار لو احنا اخترنا الاي الانفرت والبي انفرت بواحد. But you can do any combinations انت عايزها. ده apply على ال end فهتبقى a bar and b bar او a bar or b bar او the same for addition. طب انا استفدت من كده ايه؟ استفدت من كده اولا varieties for operation انت عايز تعملها. بدل ما كنت بتقول a and b هتبقى a bar and b بس لو انت عايز تعملها. بس الاهم من كده ايه؟ ان احنا عارفين ال a bar and b bar هو النور،
وعارفين الاي بار اور بي بار هو الناند. فانا بدل ما كان عندي اند واور وسب اديشن بتغيير بسيط قوي بقى عندي ايه اند واور واديشن ونور وناند. طيب احنا نفتكر كنا بنعمل سبتراكشن ازاي. كنا من سبتراكشن كنا بنقول ايه, كنا بنقول ان هي a minus b هي كانت عباره عن a plus b b comp the two's complement of b. كنا بنجيب b's complement ازاي او two's complement كنا بنجيبه ازاي. كنا عندنا طرق كتير جدا بس هي كلها كانت عباره عن ايه, بتانفرت البيتس بتاعه الرقم وتضيف عليها واحد. كما لو كنت انت اكشوالي استعملت البي بار وحطيت الكاري ان بواحد, then you are ايه, you are performing a subtraction. فلو حطيت ده بواحد, حطيت الكاري ان بواحد وحطيت البي بار بواحد, فانت اكشوالي ايكويفالنت انك انت عندك ايه, عندك سبتراكشن. فانا يوزنج ذس ليتل تريك, ده اللي هنلرن في كورس الكمبيوتر اورجانيزيشن, فيري ليتل تريك. بقى عندنا كام اوبريشن دلوقتي, بقى ما كان عندنا اند اور اديشن, بقى عندنا ناند ونور وسبتراكشن. مش كده وبس, يو كان اكشوالي دو اي بار ناند اند بي اور اي اند بي بار اند سو اون. يو كان دو لوتس اوف ثينجز. You might not be able to do everything, but you will do, be able to do lots of things. وهو ده الكونسيبت بتاع ALU, انك انت using one architecture you can do lots of operations. وفي الاخر هيتحول لنا الA invert والB invert والoperation كلهم تحت ما umbrella كده هنسميها ايه, هنسميها الcontrol lines اللي هي هنستخدمها عشان نكنترول الدنيا ماشية ازاي. خلاص ده معنى كلمة ايه, ده معنى كلمة الcontrol lines. خلاص تعال نكمل. طيب ده ALU, this ALU بقى اللي موجودة في الرسمة دي كان دو ايه, اند اور واد وسبتراكت. ماشي ما اتكلمتش على الاند والايه والاور, الاند والنور لسه, مركز على الاند والاور والسبتراكت في الايه في الرسمه دي. طيب الرسمه دي عباره عن ايه, عباره عن ايه وبي اهم, تمام كده, والكاري ان والاوبريشن. الاوبريشن بقت شامله معانا البيتس بتاعت الانفرجن ايه, انفرت والبي انفرت. طيب ايه اللي انا عايز اعمله, ايه هدفي بقى؟ انا هدفي ان انا تيلور الاي ال يو دي اللي هي 32 بت ال يو, لو شايفين هي بت من ايه 31 والريزلت طلع من 031, اتيلور اليو دي تبقى مناسبه للبروسيسور هندزاينه في الكورس. فاحنا محتاجين نضيف لها ايه, محتاجين نضيف لها فلاج للاوفر فلو, محتاجين سبورت انستراكشن اسمها اس ال تي ونسبورت بي اي كيو وفلاج للزيرو. ايه معنى الكلام ده, كونسيدرنج ان انت ما درستوش الكورس لسه, احنا بس هنعمل اليو مش اكتر من كده. الفلاج زي ما انا منشن من شويه, الفلاج دي معناها ايه, الفلاج دي معناها مش برايمر انبوت ولا برايمر اوتبوت, هي سمثينج بفلاج كونديشن معين. على سبيل المثال ان كان في كاري ان جاي لك من اوبريشن قبل كده, ده بيفلاج ان ايه, ان في كاري اوت طالع من الاوبريشن. ده معنى كلمه فلاج. فانا عايز في البروسيسور بتاعي يبقى عندي تو فلاجز, ان في اوفر فلو والزيرو. الزيرو معناها ايه, ان الريزلت دي اول اوف ات الزيروز, ودي مهمه ليا هستعملها زي ما هتعرفوا بعد شويه في ايه. فدي الفلاج اسمها زيرو. الاوفر فلو, الاوفر فلو ان اي ارقام معينه اوف سبيسيفايد نمبر اوف بيتس تقدر تجمع وتطرح وتبروسيس ارقام في رينج معين. لو الارقام عدت الرينج ده فايه اللي بيحصل, فبيحصل ان بيحصل اوفر فلو. اديك مثال على كده, افترض انك انت بتجمع مثلا, افترض انك تجمع 15 زائد 13 والارقام بتاعتك 4 بيتس. انت عارف ان ال 15 تعرف تكتبها 4 بيتس وال 13 تعرف تكتبها 4 بيتس, بس المجموع اللي هو 28 ما ينكتبش في 4 بيتس, المجموع اكشوالي كبر عن 4 بيتس. فبالتالي حصل عندك مشكله. انت بتعرف ان المشكله دي حصلت ازاي, انك انت عندك كاري فليك بس اكشوالي خروج بره الرينج عند فاين على انه الاوفر فلو. وهنعرف الديفينيشن بتاع الكاري شويه. السبورت فور اس ال تي, اس ال تي دي هي سيت اون ليس ذان, دي معموله عشان الكومباريزون ما بين الارقام, هنشوفها مع بعض بعد شويه. سبورت فور بي كيو معناها برانش ايكوال, يعني روح لكود تاني, الكود كان شغال هنروح لكود تاني في حتة تانية, برانش حتة بعيدة. لو عندك two registers are equal, رقمين مساوي بعض. على سبيل المثال هي hardware implementation للجملة اللي انتوا عارفينها من السي اللي هي if x, انا ما بكتبش سي بالظبط قوي بس هو حاجة شبه السي, equal equal y then اعمل ايه, اعمل حاجة معينة. هي دي البرانش equal, لو في حاجتين تساوي مع بعض هنعمل حاجة معينة. تعالى بقى نضيف السبورت للحاجات دي على الـ ALU دي عشان تبقى مناسبه للبروسيسور بتاعنا اللي احنا رايحين نسبورت. خلاص قبل ما اكمل خليني اقف. لا لو في حد عنده سؤال او كومنت ارفع ايدك, هنقول تيك ا مينيت اور تو
to stop here before continuing. لو حد عنده سؤال ممكن يرفع ايدي. ارفع ايدك بس لو عندك سؤال. احمد ايمن اتفضل. دكتور ممكن تشرح الكنترول لاينز دي تاني عشان انا ما فهمتهاش. حاضر. محمد احمد انا مش سامع، ممكن تعلي صوتك؟ مش فاهم اي حاجه بعد اليون اللي كان دوور. انا مش سامع. فاهم حاجه؟ يوسف عصام ارفع صوتكم يا جماعه. يوسف عصام محمد اشرف ممكن حضرتك تتكلم بالراحه شويه علشان ساعات الصوت بيقطع. حاضر. اوكي. احمد مجدي دكتور حضرتك ممكن تقفل الكاميرا عشان تقلل الداتا بس عشان هي بتبطئ الاتصال، بيبقى فيه بتبقى تقيل على ال صوت مسموع ولا لا؟ تمام تمام انا سمعتك وقفلت الكاميرا خلاص. تمام تمام اوكي. في اي كومنت تانية؟ بس اللي يتكلم خلي صوته عالي عشان اسمعه. في اي حد عنده حاجه تانية عايز تقولها؟ احمد فخر الدين دكتور واحنا المفروض نكتب كود الترم دوت ولا مش هنحتاج نكتب كود؟ هنكتب كود بالاسمبلي اللي احنا هنتعلمه، هنتعلم لغه البروسيسور اللي هندرسه وهنكتب له كود بالاسمبلي. اسمبلي از سمبل لانجويج ات ذا ليفل اوف ذا هاردوير، بس احنا هنعتمد على كود مكتوب بالسي المفروض تكونوا فاهمينه. رايحين نعمل ايه في الكود ده؟ رايحين نحوله الاسمبلي ونحول الاسمبلي ونشوف ازاي بيكسيوت الهاردوير. فاجابه على سؤالك، احنا مش رايحين نكتب كود سي، احنا رايحين نكتب كود اسمبلي. الهدف في الكورس ده ان ما هوش كورس بروجرامنج، مش الهدف ان احنا نديفلوب الجوريثمز ان سي ان اسمبلي اور سي. يعني مش هقول لك مثلا ازاي ممكن نحل مساله الفلانيه كومبليتلي بالاسمبلي، لا احنا هنكتب كود بالاسمبلي عشان فانكشن معينه عشان نعملها هاردوير امبلمنتيشن. يو ويل بي جيفينج سام هاردوير. اي كان اسك يو مثلا فور اكزامبل تو رايت اسمبلي كود تو كومبير تو نمبرز تو شو مي هاو تو دو ذس فانكشناليتي ذا بريميتيف فانكشناليتي بالاسمبلي، بس يو بي جيفينج كود بالسي عشان نحوله الاسمبلي وعشان نشوف بيكسكيوت الهاردوير ازاي. احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم ياسر علاء اوكي اتفضل. اتفضل. هو انا مش فاهم، بس يعني 1 بت اي ال يو، يعني ال 1 بت هي يعني ايه 1 بت اي ال يو؟ 1 بت اي ال يو معناها ال اي ال يو بيدخل لها 2 اوبرانز 2 ارجومنتس يعني 2 انبوتس بتعمل لهم بروسيسنج عشان تطلع واحد تالت اللي هو ريزلت. فال 1 بت اي ال يو معناها ان الاوبرانز كل واحد فيهم 1 بت سلكه واحده، بس احنا اكشوالي مش هدفنا ال 1 بت اي ال يو، هدفنا 32 بت اي ال يو انها بتبروسيس رقمين كل رقم 32 بت وتطلع ريزلت 32 بت. فاحنا بدانا بال 1 بت كونستراكت منها، هنكونستراكت منها الايه 32 بت اي ال يو. يعني ال 1 بت اي ال يو دي اللي بيدخل لها 2 انبوتس كل واحد فيهم 1 بت. تمام. هي ممكن يخش لها اكتر من بت، شو سلكه واحده يعني 1 بت. بس احنا هنصمم 32 بت اي ال يو اللي هو ايه 2 انبوتس كل واحد فيهم 32 بت. تمام. اوكي. طب دكتور احنا تقريبا ما شرحناش ايه اليو السنه اللي فاتت، يعني احنا اول مره نسمع الكونسبت ده يعني. طيب بصراحه يعني المفروض انك اخدت كورس اليو اليو في الكورس اللي فات، اي ويل تشيك مع دكتور حسام، بس الفكره انا بشرح اليو يعني انا اسيوم انك انت ما درستهاش وعمال اشرحها. ده اللي انا بعمله في الكلاس ده، هدف النهارده ان انا متاكد لو انتم مش فاهمين ايه اليو مش هتعرفوا تكملوا الكورس معايا. فانا بدات من ال1 بت اي اليو ده انا شرحتها، يعني انا شرحت الاي اليو بيزيكلي فروم جراوند زيرو، شود يو هاو تو كونستراكت ان اي اليو اللي بتعرف تعمل اند اور وعمال ابني عليه اليو. فانت اكشوال اللي انت عايزه من الاي اليو كله موجود في السلايدز اللي انا بشرحها دلوقتي. خلاص تمام. احمد ايمن هو الاي اليو ممكن تبقى اي دايره مش شرط تبقى الدايره دي صح؟ يعني ممكن ازود اي حاجه تانية صح؟
تقصد اي فانكشن يعني تقصد أي. انا عامل اند اور واديشن سبتراكشن انت ممكن تضيف فيهم اكسكلوسيف اور ممكن تضيف فيهم مثلا فور اكزامبل مالتيبليكيشن انت ممكن تضيف مش اي دايره اي اوبريشن وبعدين تعملها يعني هي كومبينيشنال سيركت بس ال ال يو از ا كومبينيشنال سيركت از ا بيور كومبينيشنال سيركت انا مش ببص على الشات فلو عنده حاجه ممكن يرفع ايده انا ارد عليه One more question, then we go back to lecture. حد عنده سؤال تاني؟ طيب. أنا رايح أكمل تاني في المحاضرة. طيب. زميلكم كان سألني سؤال اللي هو زميلكم كان سألني على الكنترول لاينز وقال ان هو مش فاهم الكونسبت الكنترول لاينز انت درسته في كورس اللوجيك اللي هو عباره عن ايه if you have a multiplexer وعندك two inputs وعايز تختار واحد منهم فاللاين اللي اسمه select ده اللي بيختار لك ما بين A و B is actually a control line اللي بيختار A و B في ALU هنا اللاين اللي اسمه operation ده اللي بيختار الاوتبوت عباره عن الاند ولا الاور يعني انا عايزك تفهم في حاجه مهمه ان في ALU the system or the circuit actually performs the AND والOR مع بعض. Then you select which one of them تشوف انت انه result. بمعنى اخر انك select راح اجيب القلم تاني. Actually انا عايزك تعرفه ان الAND بتشتغل والOR بتشتغل وانت الاوبريشن دي كل مهمتها انها بتعمل ايه بتديسايد ان الاند اوتبوت هو اللي بيطلع لك على الاوتبوت بره بس اكشوالي الاند والاور بيشتغلوا مع بعض وده يخليك تفكر في حاجه فيما بعد هنتكلم عنها في الكورس في الاخر ان اكشوالي يو ار كونسيومينج باور انت مش محتاجها يعني انت عشان تعمل الاي ال يو انت اكشوالي بتعمل اند والاور انا مش عايز اخبطكم دلوقتي يعني ده مش وقتها بس يو ار اكشوالي دوينج الاند والاور مع بعض وبعدين تعدي الاند عشان السبيد وعشان البروسيسنج مش بتعمل اند او الاور تختارها وبعدين تقرر مين يتعمل ودي باور بروبلم اللي هما بيار بين كونسيدرد ناو في الديزاينز الجديده ان احنا مش المفروض نعمل حاجه ان اساسا بس بصرف النظر فالاوبريشن دي هي كنترول لاين اللي هي بتساعدك تختار ايه اهني اوبريشن تو جو فيها اللي لما عطينا هنا اهو الاي انفرت والبي انفرت عشان نختار ما بين نعدي الاي او الانفرجن بتاعها والبي او الانفرجن بتاعها ذن اي انفرت ام بي انفرت اصبحوا كنترول لاينز هما كمان كويس بقى عندنا في كنترول لاين هنا وكنترول لاين هنا كنترول لاين هنا احنا في الاخر هنجمع دول كلهم مع بعض في مالتي بيت كنترول لاين ونقول عليه ده الكنترول بتاعنا بتاع السيركت تمام كده احنا قلنا هدفنا ايه عايزين بقى نضيف الاوفر فلو ونضيف السيت اون ليس ذان والبرانش ايكوال وزيرو اي اندرستاند ان البوسيبيليتي او تقريبا 100% انت ما درستيش الاوفر فلو في كورس اللوجيك فانا هعيد جزء الاوفر فلو هنا ذن يو ويل هاف ان اكسرسايز في السكشن مع المعيدين على الاوفر فلو تعال نشرح الاوفر فلو بالتفصيل الهادي خالص وميك شور ان هو انت اندرستاند كويس بعد ما اخلص كمان الاوفر فلو كله او الفليكس هقف واسالكم تاني لو كان في حد فات منه حاجه يعني ايه اوفر فلو اوفر فلو معناها انك انت بتبرفورم اريثماتيك اوبريشن بانبوت ليه ويث معين وانبوت تاني ليه ويث معين والاوتبوت اللي طالع لك بيطلع المفروض ذا سيم ويث لان دي قواعد الكمبيوتر اريثماتيك بس اكشوالي الاكشوال ريزلت المفروض يطلع اكشوالي اكبر من الرقم ده فمش قادرين نسجله في 4 بيت فاوفر فلو اوكيرز هونيفر ذا ريزلت اوف ان اديشن اور سبتراكشن اوبريشن از تو لارج اور تو سمول لان تو كومبليمنت برضه يبقى ايه تو لارج for the number of bits being used. That is when the result is outside the range of the number system. يعني ايه؟ لو بنتكلم على sign numbers او two's complement based numbers فال 4 bits بتستوعب الارقام من كام لكام؟ لو تفتكروا كانت من ناقص 8 لكام؟ ل 7 positive 7 ده two's ايه؟ ال 4 bits. لو الريزلت بتاعتك arithmetically correctly طلع الريزلت outside the range ده then you have an overflow. معناها ان البيتس دي مش قادره تسجل الارقام اللي احنا ايه اللي احنا عايزين نكتبها فيها طيب لو قعدت تعمل جوجل او تقرا في الكتب هتلاقي فيه رولز كتيره الاوفر فلو احنا هنختار منهم تو سمبل رولز فور ديتكتنج اوفر فلو في الاديشن والسبتراكشن هاو ار كيرنج اباوت اديشن سبتراكشن لان البروسيسور احنا هنصممه بيقاد وسبتراكت بس ما بيعملش اكتر من كده بيقاد وسبتراكت واند اور بس ما بيعملش اريثماتيك فانكشن اكتر من كده فانا الفوكس بتاعي عليه ده مش كورس لوجيك يعني ففي تو سمبل رولز جدا خلاص we don't need anything except them
اول رول منهم الاسهل عشان كده جايبها الاول السبتراكشن رول. السبتراكشن رول بتقول ايه؟ لما تطرح r بتساوي a ماينس b حيث ال a وال b are multi bits. يعني ايه multi bits؟ يعني more than one bit. ال MSB معناها الموست سيجنيفيكانت بيت. يعني ايه الموست سيجنيفيكانت بيت؟ لما اديك رقم مكتوب كده ده رقم باينري اهو، دي بنسميها الموست سيجنيفيكانت بيت، البيت اللي على الشمال، ودي بنسميها الليست سيجنيفيكانت بيت LSB. خلاص لما الموست سيجنيفيكانت بيت بتاع ال a لا يساوي الموست سيجنيفيكانت بتاع ال b ده الكونديشن. لو ده حصل، طب ايه معنى ده حصل؟ يعني ايه الموست سيجنيفيكانت بيت ما تساويش الاي والبي؟ افكركم تاني في كورس اللوجيك، لما اديك رقم زي ده what conclusion you can make about this number؟ لما اديك رقم زي ده مين انا جاوب دلوقتي وبعد كده هبقى اسالكم واخليكم ترفعوا ايديكم تاخدوا بونص مارك. Whenever you look at this number you look at the most significant bit، لما تلاقيها زيرو we understand all of us ان الرقم ده is a positive number. ده الرول بتاعتنا بتقول كده. ولما اديك رقم زي ده بقول لك تستنتج على الرقم ده ايه، تبص على الموست سيجنيفيكانت بيت بتاعه تعرف ان الرقم ده نيجاتيف. فلما تطرح رقمين الموست سيجنيفيكانت بيت بتاعتهم هما الاثنين مش تسيم هنا اهو، يعني ده مش زي ده، معناه باختصار ده بوزيتيف وده نيجاتيف، او ده نيجاتيف وده بوزيتيف. والريزلت اللي تطلع لك بعد ما تخلص الموست سيجنيفيكانت بيت بتاعها ما يساويش الموست سيجنيفيكانت بتاع الاي، then you have an overflow. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بسيط على فكره بس هو مكتوب كده بشكل معقد. يعني ايه؟ يعني افترض ان الاي از ا بوزيتيف نمبر والبي از ا نيجاتيف نمبر وطرحنا الرقمين من بعض، المفروض يحصل ايه؟ بوزيتيف ناقص ناقص نيجاتيف ناقص 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 نيجاتيف نمبر، المفروض يطلع ريزلت بوزيتيف. فلازم يطلع ايه؟ لازم يطلع الساين بتاعه الريزلت زي الساين بتاعه الاي. لو ده ما حصلش يبقى انت عندك اوفر فلو. يعني ايه؟ قلت بوزيتيف ناقص نيجاتيف نمبر المفروض يطلع ريزلت بوزيتيف، دي بيزكس بتاعه السكول صح كده. بس احنا حصل ايه لما قلنا بوزيتيف ناقص نيجاتيف طلعت الريزلت نيجاتيف؟ معناه ايه؟ معناه في اوفر فلو حصل، الريزلت ما طلعتش صح، الريزلت غلط. خلاص تعال نشوف العكس. لو الاي نيجاتيف نمبر والبي بوزيتيف نمبر يبقى انت بتقول ايه؟ انا هطرح نيجاتيف نمبر هطرح منه بوزيتيف نمبر، يبقى نيجاتيف ماينس بوزيتيف الريزلت المفروض تطلع ايه؟ المفروض الريزلت تطلع نيجاتيف نمبر اوفر اول. تمام؟ لو ما حصلش كده يبقى معناها في اوفر فلو. يبقى اوفر فلو occurs for subtraction if the operands have different signs and the sign of the result is different from the sign of the first operand. لو رقمين A و B في subtraction ليهم نفس الساين عمر ما في اوفر فلو هيحصل. لو بتطرح بوزيتيف ناقص بوزيتيف النتيجه اصغر من الرقمين، اصغر من الرقم الاولاني فعمرها ما تطلع. لو تطرح نيجاتيف ناقص نيجاتيف النتيجه تطلع ما بين الاثنين، تطلع في الرينج ما بين الاثنين فعمرها ما هيحصل في اوفر فلو. اوفر فلو هيحصل ايه؟ لو انت بتطرح بوزيتيف من نيجاتيف او نيجاتيف من بوزيتيف، ساعتها الريزلت المفروض تطلع منه. ففي بوسيبيليتي الرقم يطلع كبير فما يقدرش يفيت فين في النمبر اوف بيتس بتاعه الريزلت. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للسبتراكشن. طب بالنسبه للاديشن، في حاله الاديشن الرول بسيطة. لو بتجمع رقمين ليهم نفس الساين والريزلت مش طالعة زيهم هما الاثنين يبقى عندك overflow. Overflow occurs for addition if the operands have the same sign and the result have a different sign. When adding two positive numbers لازم الريزلت تطلع positive. لو طلعت negative يبقى في overflow. لما تجمع رقمين negative لازم الريزلت تطلع positive. تطلع negative لو طلعت positive معناها في ايه؟ في overflow. تعال ناخد مثال على الايه؟ على الoverflow في حالة الaddition. افترض انك عايز تجمع بلس 5 زائد بلس 6، يعني 5 و6 تو بوزيتيف نمبر هنجمعهم على بعض. ان باينري الخمسه اهي والسته اهي، وتلاحظ ان البيت دي زيرو نتيجه ان هم ايه؟ بوزيتيف نمبرز. لما نجمعهم 1 زائد 0 يطلع 1، 0 زائد 1 يطلع 1، 1 زائد 1 يطلع 0، 1 معانا يطلع هنا، فتطلع النتيجه ايه؟ الرقم ده. بس احنا وي ليرند في كورس اللوجيك لما ال1 بيت البيت الاولانيه تطلع 1 معناه الرقم ده نيجاتيف، فمعناها ده توس كومبليمنت بتاع نيجاتيف نمبر اللي هو كام؟ تعال نحول توس كومبليمنت نسيب دي زي ما هي بتنزل واحد وبعد نقلب كل البيتس بعد كده 0 1 0 اللي هو ناقص 5. فانت يو ادد 5 بلس 6 وتوقعت النتيجه تطلع 11، نتيجه الليميتد نمبر اوف بيتس في الاوتبوت في الـ في الـ في السيستم طلعت الريزلت ناقص 5. يعني انت يو ادد بوزيتيف بلس بوزيتيف طلعت الريزلت ناقص 5.
تعال ناخد مثال تاني، انك انت هتقول ناقص 3 زائد ناقص 6 اللي هو المفروض يطلع ناقص 9 في الظروف العاديه. ناقص 3 هنحوله 2 كومبلمنت هيطلع 1011، والناقص 6 هنحوله 2 كومبلمنت يطلع 0101، نجمعهم يطلع 1110 وفي كاري، دونت وري اباوت الكاري ده. الرقم ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن احنا اتعلمنا ان الرقم ده بيطلع بوزيتيف وفي كاري، بتجنور الكاري وتسيب الرقم بوزيتيف يطلع بلس 7. بس انت كنت عايز الرقم ناقص 9، يبقى معناها ان في ايه؟ في اوفر فلو. يو ادد تو نيجاتيف نمبرز، يو اندد اب ويز ا بوزيتيف نمبر. Adding operands or unlike signs never produce an overflow. صح؟ لو انت بتجمع positive زائد negative عمره ما يطلع overflow. Discarding the carry out of the most significant bit during two's complement addition is normal occurrence and does not indicate by itself an overflow. هتعلمنا في two's complement ان الكاري ده الموجود هنا ملوش علاقة بالايه؟ بالoverflow. ما يخدناش وقلناش ان فيه overflow. طيب باختصار لما الرقم يطلع الساين بتاعته مختلفة عن اللي انا متوقعه، ده معناه ان في ايه؟ معناه ان في اوفر فلو حصل. طيب تعال بقى نعمل ايه؟ تعال نحل اكسرسايز مع بعض. A 32 bit ALU producing a flag، يعني عايزين ديزاين A 32 bit ALU producing a flag for overflow detection. ده اللي احنا عايزين نوصل له، صح كده؟ احنا عايزين بقى نحول الكلام اللي احنا قلناه ده لدايرة هاردوير. تقول لي فلاج كده تطلع 1 بت، تقول لي لما تكون هاي ان في اوفر فلو حصل. خلاص. Design a 32-bit ALU producing a flag for overflow detection. Design an overflow detection circuit for two's complement 32-bit addition. خلاص. تعال نعمل ايه؟ تعالوا نبص على كل الكيسز الممكنة وندزاين لها دايرة. ايه الكيسز الممكنة؟ مش احنا بنعمل addition؟ طيب تعالوا نبص على ال different cases الممكنة. انت عندك الكاري ان و A و B دول inputs. وهيطلع منك sum والcarry out. Operation of the full adder at the sign position. The adder's last stage. طيب عشان تبقى واضحين بس كويس، احنا عندنا 32 bit numbers بنجمعها على بعض. فاحنا رايحين ناخد البيت الاخرانية خالص. يعني ايه؟ يعني ده الرقم ده هنجمعه على الرقم ده. فرايحين ناخد البيت الاخرانية دي بس نبص عليها. جاي لها carry من الرقم اللي قبلها. فيبقى عندنا ونجمعهم على A plus B ويطلع منها carry out. فالcarry in ده جاي من البيت اللي قبلها اللي هي البيت رقم 31، والA والB دول البيتس اللي موجودة في آخر position، وده الoutput وده carry out. حلو؟ طيب دي ليه بصينا على البيت دي في الآخر؟ لأن هي دي البيت اللي actually هتقول لنا إن في overflow حصل ولا لأ. فإيه الكيسز اللي عندنا؟ عندنا دول أربع أرقام، في دول الكيسز الموجودة عندنا. تعال نبص عليهم. لو carry in بزيرو والA بزيرو والB بزيرو، يعني positive زائد positive، ودخلكش كاري، هيطلع الاوتبوت زيرو، مفيش كاري اوت، ودي معناها مفيش اوفر فلو. خلاص. لو دخل لك كاري ان بزيروز، حلو، والاي بوزيتيف والبي نيجاتيف او البي نيجاتيف والبي بوزيتيف، فعمره ما هيحصل كاري اوفر فلو، لان احنا قلنا البوزيتيف زائد نيجاتيف عمره ما هيحصل منه ايه؟ اوفر فلو. بينما بقى لو عندك 1 اللي هي البوزيتيف زائد بوزيتيف، او 0 0 1 زائد 1 اللي هي نيجاتيف والنيجاتيف، و 0 0 معناها بوزيتيف وبوزيتيف، هي دول التو كيسز اللي عندنا بتوع الايه؟ الاوفر فلو. لو عندك بعد كده في كاري ان بينما الارقام مختلفه عن بعضها، يعني 0 1 و 0 معناها ان بوزيتيف زائد نيجاتيف او نيجاتيف زائد بوزيتيف، مش هيحصل كاري ان، مش هيحصل اوفر فلو. ليه؟ لان دول بوزيتيف زائد نيجاتيف ونيجاتيف زائد بوزيتيف، فعمره ما يحصل منهم اوفر فلو. زي ما انا بقول لازم عشان يحصل اوفر فلو في الاديشن اللي يحصل ان الارقام تبقى في سيم ساين. لو عندك الكاري ان بواحد ورقم بوزيتيف ورقم بتجمع رقم بوزيتيف والريزلت طلعت بوزيتيف وطلع كاري اوت، برضو مفيش اوفر فلو. ليه؟ انك انت جمعت بوزيتيف زائد بوزيتيف، انا اسف نيجاتيف. لو دخل كاري ان على رقم نيجاتيف زائد رقم نيجاتيف وطلعت ريزلت نيجاتيف، فدي مش معناها اوفر فلو. ليه؟ انك جمعت نيجاتيف زائد نيجاتيف طلعت ريزلت نيجاتيف، then you don't have an overflow. يبقى الكيس الاخرانيه خالص دي نيجاتيف زائد نيجاتيف، والكيس الاولانيه دي خالص بوزيتيف زائد بوزيتيف، فدول مفيش فيهم اوفر فلو. احنا ان جنرال عندنا حالتين بس هما اللي عايزين نصمم لهم السيركت، الحالتين دول، الحاله دي والحاله دي، اللي هما ايه؟ اللي هما الحاله بتاعت انك انت كان عندك رقمين نيجاتيف وما عندكش كاري ان، جمعتهم على بعض طلع النتيجه بوزيتيف، ومش مهم طلع في كاري اوت ولا لا، دي مش مهم. والحاله الثانيه رقمين بوزيتيف وجمعت عليهم كاري ان وطلع منهم ايه؟ رقم نيجاتيف. هما دول الحالتين. كيس 1 0 كاريد ان اند 1 كاريد اوت،
the only way one can be carried out if there is a zero carried in is a equal one and b equal one. يعني ايه؟ يعني انت دخلتش carry بس جمعت رقمين. عشان يطلع لك carry معناها ان الرقمين دول لما انجمعوا طلع النتيجة بتاعتهم ايه؟ 1 0 اللي هي 1 زائد 1 تطلع 2. فطلع عندك carry وخلى الريزلت طلعت ايه؟ positive. This is the case of handling two negative numbers but the result is non-negative. جمعت رقمين نيجاتيف نتيجة انك جمعت التو نيجاتيف نمبرز وما عندكش كاري طلع لك ايه؟ طلع الريزلت بوزيتيف اللي هي الزيرو وطلع منها كاري اوت الناحية دي. خلاص؟ الحالة التانية دي one carried in and zero carried out. معناها انت جالك كاري من البيت اللي قبل كده وجمعت تو بوزيتيف نمبرز طلع لك النتيجة ايه؟ 1. نتيجة انك ايه؟ جمعت زيرو زائد زيرو زائد واحد فطلع النتيجة 1. مفيش كاري اوت بس النتيجه طلعت نيجاتيف. انت جمعت بوزيتيف زائد بوزيتيف طلعت ايه؟ نيجاتيف. This is the case of adding two non-negative numbers but the result is negative. خلاص لو جينا نعمل الكلام ده على هيئه سيركت انت عايز تديتكت الكونديشن ده, عايز تديتكت الكونديشن ان ايه؟ ان في اوفر فلو هنا حصل. فانت كل محتاج تعمله انك تدخل الارقام دي وتعملها ايه؟ كونديشن, تقول ان دول تو كيسز بتوع الاوفر فلو. فهتلاحظ ايه؟ هتلاحظ لو انت خدت الكاري ان والكاري اوت عملت لهم اكسكلوسيف اور ده ساين على الاوفر فلو. تعال بص كده, هنا هنا الكاري ان كان بزيرو, هنا الكاري اوت بواحد, هنا الكاري ان بواحد, الكاري ان بواحد والكاري اوت بزيرو, ودي الساين بتاعت اوفر فلو. لو بصيت بالصدفه على كل الارقام دي هتلاقي الكاري ان والكاري اوت, الكاري ان والكاري اوت زي بعض بالظبط. الحالتين اللي اختلف فيهم الكاري ان على الكاري اوت هم الحالتين اللي حصل فيهم اوفر فلو. فاحنا كل ما يكفينا ان احنا ناخد الكاري ان والكاري اوت للبيت الاخرانيه خالص في الارقام, البيت الاخرانيه خالص هي دي, ونشوف الكاري ان اللي داخل لها شكله عامل ازاي والكاري اوت خارج منها شكله عامل ازاي. لو اختلفوا عن بعض اللي هي اكسكلوسيف اور سيركت, this is the sign of overflow. Very simple. Then you raise a flag saying okay there is an overflow. Okay, تبقى the overflow rule could be stated in terms of carries generated during the addition operation اللي هي ايه؟ An overflow occurs if the carry bits cn into and c out of the signed position either last stage do not match. So by exclusive all these two bits we can detect an overflow. بس ده اللي يهمني. فانا عندي 32 bit numbers بجمعها على 32 bit number تاني. ففي الجمع بيتم ازاي في المالتي بيتس؟ كل 2 bits بينجمعوا ويطلع كاري الناحيه الثانيه, يدخل معاهم في الجمع ويطلع كاري انسون. دي طريقه الجمع بتاعه الارقام المالتي بيتس. فانا اخد اخر بيت هنا في الاخر خالص واخد الكاري اللي جاي داخل هنا وطلع هنا منه كاري رايح الناحيه الثانيه دي. خلاص كده. فلو تو كاريز دول اختلفوا عن بعض دي الساين بتاعه الايه؟ بتاعه الاوفر فلو, دي دايره الاوفر فلو. خلاص بدا اول حاجه كنا عايزين نعملها, كنا عايزين نصمم دايره تطلع لي الاوفر فلو ديتكشن. الدايره اللي بعد كده اللي عايزين نعملها او الانستراكشن نضيفها اللي هي السيت اون ليست دي اللي احنا محتاجينها للايه؟ للمايكرو بروسيسور على منه ديزاين. اس ال تي اختصار اس سيت اون ليست دي, دي انستراكشن على الاسمبلي ليفل يعني على الهاردوير. هندرسها بالتفصيل. This is not a C language. معناها ايه السيت اون ليست دي؟ معناها عندك تو نمبرز A and B. لو الاي اقل من البي الاوتبوت بتاع الاوبريشن دي يبقى واحد. If A اقل من B الاي تبقى ايه؟ الاوتبوت بواحد. Otherwise الاوتبوت بزيرو. يعني لو A تساوي البي او الاي اكبر من البي الاوتبوت بايه؟ بزيرو. طيب الكمبيوترز بصفه عامه بتعمل الكومباريزون ازاي؟ بتعمل الليس ذان اوبريشن ازاي؟ بتعملها عن طريق السبتراكشن. فهنخلي البروسيسور بتاعنا الاي ال يو يطرح ايه نايس البي, ولو الريزلت نيجاتيف ذن الاوتبوت يبقى بواحد, لو الريزلت اذروايز الاوتبوت بكام؟ بزيرو. طب وهنعرف ان الريزلت نيجاتيف ازاي؟ ان احنا هنبص على الرقم اللي طالع في الريزلت, نبص على البيت الاخرانيه دي كلها, لو هي بواحد يبقى عرفنا ان الريزلت نيجاتيف, لو كانت 1 0 يبقى الريزلت ايه؟ الريزلت بوزيتيف. خلاص. طيب احنا عايزين ايه بقى الريزلت نفسها بقى اللي هي نتيجه الطرح دي؟ انا مش عايزها, انا هديسكاردت هرميها, لكن انا الاس اس ال اس ال تي دي هتاخد 1 و 0 يعني الرقم هيبقى فيه واحد وكله صفار او 0 وكله صفار, واحد او زيرو بس, واحد مش كل البيتس واحد, هو واحد بس متسجل في الليست سيجنيفيكانت بيت هي دي. ف ذا اوتبوت ال اس بي اللي هو ال اس بي بتاع الاوتبوت از سيت 1 اف اي ليس ذان بي, اي نيجاتيف ماينس بي از نيجاتيف اند ا زيرو اذروايز. ذا فاليو
the value of output LSP should be equal to the sine bit of the A minus B. فاحنا هنعمل ايه باختصار؟ هندخل A اللي هو الرقم الاولاني على ALU تال A. ونقول للALU تطرح منه الرقم التاني B. والريزلت اللي انا مش هطلعها لليوزر، هخليها جوه عندي internal. اخد البيت دي اللي هي الساين، اخدها زي ما هي كده بتاعت الريزلت اللي هي دي، اسجلها على الاوتبوت من LST. بس باختصار لو نتيجه الطرح نيجاتيف فناخد الموست سيجنيفيكانت بيت اللي هي الساين، اوديها على اسجلها في الريزلت على انها دي ال1. لو الريزلت بوزيتيف او زيرو مش محتاج اعمل ايه حاجه خلاص. يبقى تو امبلمنت سيت اون ليس ذان كونفيجر الالو، كونفيجر 32 بيت الالو تو بيرفورم اي ماينس بي. تعالوا نعمل الكلام ده. ادي الالو بتاعتنا اهي خلاص. بس الالو بقى في حالتنا دي بقى اصبحت كام؟ اصبحت 32 بيت الالو. دي اللي سيجنيفيكانت، دي البيت نمبر 0 ودي البيت نمبر 31، هما دول اللي يهموني. دي البيت نمبر 31. وبقى في اوبريشن جديده اسمها ليس، اللي هي هتعمل لي سيت اون ليس ذان، اللي هي تعمل لي ايه الكومباريزون دي، سيت اون ليس ذان خلاص. هي دي الاوبريشن بتاعتي خلاص. طيب تعال نعمل بقى ايه. اد ليس انبوت تو ذا ريزلت مالتيبلكسر. اهو الريزلت اهو لما كان فيه 0 و1 و2 بتاع الاند والاور والاديشن، ضفت له انبوت زياده وصلت له بيت من هنا، لسه هقول لك جايه منين، اسمها ليس. لما تختارها دي فكانك بتبرفورم السيت اون ليس ذان اوبريشن. يبقى اد ليس انبوت تو ريزلت تو انبوت تو ذا ريزلت مالتيبلكسر تو بي سيلكتد وين اكزيكيوتنج سيت اون ليس ذان خلاص. فور ذا ابر 32 بيتس ذا ليس انبوت از اولويز تو زيرو. انا عايز ايه؟ انا عايز ان الرقم بتاعي يطلع كله صفار ما عدا البيت الاولانيه دي، تبقى بواحد لو الاي اقل من البي، وتبقى زيرو اذروايز. فكل الاليوز دي كلها هتحط دايما في الليس زيرو ده الابر خلاص. فور ذا ليس سيجنيفيكانت بيت 1 اللي هي دي كويس، ذا ليس انبوت سيت تو 1 اف اي ليس ذان بي. ازاي هنخليه يبقى سيت ب 1؟ ده اهو الاخير واحد ده، ذا سيت اوتبوت فروم ذا اليو، الاليو طلع لها منها سيت اوتبوت اللي هو ده اهو، is connected to the output of the other. ده الاوتبوت بتاع الاذر اهو، واخدين منه كونكشن مسمينها سيت هنا. The set output, the set output at bit 31 is sign bit. Otherwise, this to be ignored. يعني ده نتيجة الاديشن اللي هي actually هطرح A minus B through الاديشن ده. فهاخد البيت الكبيرة خالص بتاعته من most significant bit اللي هي sign bit، أطلعها على line اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه set. بعد كده I connect the set output from the other at the sign bit to the list here. يعني معنى إيه؟ هاخد الست ده أوصله بالإنبوت بتاع البيت دي بعد كده. انا عارف ان هي ممكن ما تكونش واضحه، فخلينا نشرحها دي. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقارن رقمين بعض A B. احنا عايزين نقارن رقمين بعض، وليكن مثلا عايزين ايه؟ عايزين نقارن 1 0 1 0. عايزين نعرف ده اقل من او اكبر من الرقم الثاني اللي هو ايه؟ 1 1 او خليها 0 كده 1. عايزين نعرف دي ونطلع فلاج تقول لنا ايه، ان او طلع ريزلت تقول لنا ان ده اقل من ده او لا. فنعمل ايه؟ نعمل الاوبريشن دي ازاي؟ ايه لازم بي نطرح ايه ماينس بي، يعني عايزين نقارن ايه ماينس بي. فنقول ايه ماينس بي، فناخد 1 0 1 0 نطرحها من 0 1 1 0. تعال نطرح ده، هيطلع 0 0 واحد ماينس زيرو بكام؟ واحد، ومعانا بورو فده اصبح بزيرو فيطلع زيرو. لما تيجي تبص على الرقم ده تكتشف ان الرقم ده بوزيتيف، عرفنا منين؟ من الزيرو دي. وبالتالي A مش اقل من البي، وبالتالي الريزلت بتاعت S اون ليس ذان لازم تبقى بزيرو. طيب تعال ناخد الكيس الثانيه، ان الرقم ده زيرو 1 0 1 0 وعايزين نقارنه بايه؟ هل هو اقل من 1 1 1 1؟ فنعمل ايه؟ هناخد 1 0 1 0 نطرحه من 1 1 1 1 دي، نطرح كده هيطلع ايه؟ هيطلع 1 ناقص 0 في ال 1 وده اصبح 0، يعني 1 ماينس 0 اصبح 1 وده يصبح ايه؟ ناخد منه 1 فيصبح 1 صح كده؟ هنا بطرح صح، 1 ماينس 0 ب 1، 1 ماينس 0 ب 1 وفي عندي هنا بورو، فأصبح هنا في إيه؟
زيرو، واحد معنى زيرو بواحد، وخدت من ده بور واصبح بواحد، صح كده؟ ف انا بعمل حاجه غلط. تعال نحولهم توس كومبليت اكشوالي احسن. 1 0 1 0 نحول ده توس كومبليت، هيبقى زعمل ازاي؟ 1 0 0 0 تنجمعهم على بعض يطلع 1 1 0 1، فالرقم ده نيجاتيف عشان الواحد هنا. فده معناه ايه؟ معناه ان ده اقل من ده، خلاص. فدي الاوبريشن بتاعت الكومباريزون، من البيت الاخرانيه دي عرفت ان ده اكبر وده هنا ايه تاني هو الاكبر اصغر. من الزيرو دي عرفت ان ايه اصغر من البي، وهنا عرفت ان البي اصغر اكبر من الاي، خلاص. تاني يعني من الزيرو دي عرفت ان الاي اكبر من البي، وهنا عرفت ان الاي اصغر من البي. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اطلع الريزلت بتاعت الاوبريشن دي زي الاند والاور والنور، الاوبريشن دي زيهم، عايز اطلع لي 1 في الحاله دي وزيرو في الحاله دي. هعمل ايه؟ هاخد البيت الاخرانيه دي اوصلها على الريزلت، بس مش اكتر من كده، واكون رقم عباره عن البيت دي وباقي كله صفار. وده اللي انا عملته في الرسمه دي. الرسمه دي هعمل ايه؟ هاخد البيت دي الاخرانيه من هنا، هاخد البيت الاخرانيه دي من السيت دي اللي هي فيها الريزلت دي، اخد الموست سيجنيفيكانت، اخدها اوصلها على الليس بتاع الموست بتاع الليست سيجنيفيكانت 1. وده اللي موجود في الرسمه دي. تعالوا نبص كده مع بعض. ده البيت 31، انا هاخد الست اهو اوصلها فين؟ اوصلها على الليس بتاع الليست سيجنيفيكانت بيت، بينما الباقيين كلهم انا حاطط لهم صفار. فانا بكون رقم جديد عباره عن ايه؟ عباره عن كله صفار ما عدا اول بيت خالص. اول بيت خالص دي بتساوي الساين بتاعت الريزلت بتاعت السبتراكشن. في الحاله دي تبقى تطلع بواحد هنا لو الاي اقل من البي، اذروايز تطلع ايه؟ تطلع بصفر، خلاص. هي شكلها ملخبط او شكلها صعبه، بس هي بس محتاجين بورقه وقلم تعملوا رسمه ترسمها تكتشفوا انها سهله جدا. انا هطرح رقمين من بعض واخد الساين بيت اوصلها بالليست سيجنيفيكانت بيت بتاعه الريزلت، بينما الريزلت نفسها من الاديشن اللي طالعه من الادر انا هجنور، مش عايزها. انا مش عايز اوتبوت بتاع الاديشن، مش عايزه. انا عايز بس اعرف الساين، عايز اعرف هي كانت نيجاتيف ولا لا. خلاص، هتاخدوا مسائل على دي فين؟ في الـ في في الاساينمنتس او في السكشنز ان شاء الله يعني. في هنا مساله ممكن نحلها مع بعض، هي صعبه شويه بس هنحلها مع بعض. ازاي اليو ان ذا فيجر اون سلايد 15 اللي هي دي فورس ليت اون ليزن اللي هي اس ال تي لسه شارحها يوزنج جاست ذا ساين بيت اوف ذا اذر، ناخد الساين بيت بتاع الاديشن ونعتبره هو الريزلت. ليت اس تراي ا سيت اون ليزن اوبريشن يوزنج ذا فاليوز اللي هي ايه؟ ناقص 7 كومبيرد بال 6. And to make things simpler, بدل ما نعمل 32 bits هنعملها 4 bits بس، خلاص. فعدد 7 قاعدين هنقول 7 اللي هي الـ A minus الـ B. لما تيجي تعمل الـ operation دي هتحولها توس كومبلمنت عشان تبقى ناقص 7، فتيجي تجمعها على توس كومبلمنت بتاع الرقم الثاني، خلاص. ده توس كومبلمنت بتاع 7 وبعدين ناقص 6، فده توس كومبلمنت بتاع 6، تجمعهم على بعض تطلع النتيجه كام؟ 0011. The result would suggest that لما تبص هنا الرقم ده positive. فانت هتستنتج ككمبيوتر ايه؟ ان 7 اكبر من 6، لان لو كان المفروض اقل كان هيطلع ده نيجاتيف، which is clearly wrong. ليه ده حصل؟ ليه ده حصل؟ hence we must factor in يعني نتيجه ان في overflow حصل. 7 ناقص 7 ناقص 6 ناقص 13، ناقص 13 ما تدخلش في ال 4 bits. احنا قلنا ال 4 bits من ناقص 8 ل positive 7. فاحنا فاتنا واحنا بنعمل السيت اون ليزان في المساله اللي كنا بنشرحها من شويه، ان الاوفر فلو لو حصل كل اللي هنقوله ماست فاكتور ان الاوفر فلو. فعايزين نعدل اليو بتاعتنا عشان تكونسيدر لما نيجي نعمل السيت اون ليزان الاوفر فلو. طيب تيجي نعملها ازاي؟ لو عندك لو ما عندكش اوفر فلو هنعمل تروث تيبل بسيط. لو ما عندكش اوفر فلو الريزلت هتطلع ايه؟ 01، فالليس اون ليزان يطلع 01. الاوفر فلو هيعكس لك الموضوع، يعني بدل ما هو 01 مع الاوفر فلو فالموضوع بسيط جدا. يعني انت عايز لما يكون في اوفر فلو، لما يكون في اوفر فلو تاخد بالك ان الليس انزين دي هتطلع مقلوبه. فازاي تقلبها؟ باكسكلوسيف اور، تدخل الفلاج بتاعت اوفر فلو اللي احنا صممناها مع الساين بيت اللي هي اللي احنا هناخدها، نعمل لك اكسكلوسيف اور مع بعض ونسميها الليس دي.
هي اكشوالي كانت دي على طول هي دي ايكواليز ده كان اللي عندنا. احنا بس عملنا لك سكروس اول مع الاوفر فلو عشان لما يبقى في اوفر فلو اخد بالي واعكس الساين ان الاوفر فلو هيطلع لي رقمين اقل من بعض هيبقى عليهم بوزيتيف، واحد فيهم اكبر من الثاني هيطلع لك نيجاتيف عكس اللي انت عايزه. فانت هتعكس الاوتبوت بتاعك باستخدام الاوفر فلو فلاج. ده بالنسبه لايه للست اون ليز. تعال نتكلم على البرانش ايكوال، ودي سهله مش صعبه. البرانش ايكوال عباره عن ايه؟ ذا بروسيسور وي ار ديزايننج كويس عايز اكسكيوت برانش ايكوال. البرانش ايكوال هي الاف اكس ايكوال بي، اف اكس ايكوال واي ذن جامب تو ا سيرتن بليس برانش اف تو ريجسترز ار ايكوال. هنعمل نقارن الكومباريزون دي ازاي، نعرف ان هما ايه ايكوال بي ازاي. نطرحهم من بعض، لو ريزلت بزيرو فهما ايكوال، لو ريزلت مش بزيرو هما نوت ايكوال. خلاص برانش ايكوال نيدز تو تيست ايكواليتي وذ ذا اليو. This is the easiest way to test equality with the LU is to subtract B from A and then test if the result is zero. The simplest way to test if the result is zero is to OR كل البيتس بتاعت الريزلت. لو هم كلهم لو طلع الاوتبوت من OR zero يبقى الريزلت عباره عن ايه؟ عباره عن zero. تعال نبص كده في الدايره دي، هناخد الريزلت دي كلها البيتس دي كلها بنعمل لها اورنج مع بعض فيطلع zero معناها كلهم zeros. بس انا عايز اعرف حاجه تقول لي ان هما زيروز تبقى هاي، فاحط انفرتر واسميها فلاج اسميها زيرو. خلاص كده يبقى يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل سبتراكت وست الكاري ان ب1 والبي انفرت ب1. فاكرين قلت لكم في الاول لو عايز الادر يعمل سبتراكشن حط الكاري ان ب1 واعكس كل الارقام بتاع السكند اوبراند عشان تحوله توز ايه توز كومبلمنت. كويس فور اد اند لوجيكال اوبريشن وست الكاري ان والبي invert to zero, then combine the carry in and one sign line called b negative. هنشوف ده مع بعض. دي ده الimplementation بتاع zero flag. الموضوع بسيط، انك تاخد كل الاور البيتس بتاعت الاوتبوت تعمل لهم اورنج مع بعض وتعكسها عشان يقول لك واحد معناها الريزلت is a is one. خلاص طيب ايه اللي هو بيقوله هنا ده؟ ايه الفقره دي اللي بيقوله هنا ده؟ For add and logical operations, we set both carry in and b inverted to zero. لما انت عايز تعمل add logical operations، ما انتش عايز تعمل النور ولا النند، تخلي carry in وال b inverted zeros. لو عايز تعمل ال subtract، عايز تعمل subtraction، فانت بتخلي carry in وال b inverted بوحيد، فانت ممكن تحط carry in بدل ما هو input separate هنا اسمه carry in، تحطه مع ال b inverted وتسميه b negate. بس مجرد توفير في بيت مش عايزينها في الاوبريشن بتاعتنا فهنضمهم مع بعض ونسميها بي نيجيت. فلما البي نيجيت بواحد فانت بتعمل سبتراكشن، لما تيجي البي نيجيت بزيرو فانت بتعمل ايه؟ بتعمل اديشن. طيب تعالوا بقى نبص على الكنترول لاينز. كان في زميلكم سالني على الكنترول لاينز. بقى عندنا كنترول لاينز ايه؟ الاوبريشنز بتاعتنا اللي هم اربعه اوبريشن 0 0 0 1 1 0 1 1، وبقى عندنا البي نيجيت اللي هنستعمله في حاله السبتراكشن، وعندنا ايه؟ وعندنا الاي انفرت اللي هو هنستعمله في لما نكون عايزين نعمل نور. لو حطيت الاي انفرت بزيرو بي نجيب بزيرو والاوبريشن بزيرو هتعمل اند. لو حطيت الاوبريشن بزيرو 1 هتعمل اور، لو خليتها 1 0 هتعمل اد. دول الستريت فورورد اوبريشنز. لما تخلي البي نجيت بواحد هتعمل سبتراكشن، هي ما زالت اديشن، نفس الكود بتاع الاديشن بس تحط بي نجيت بواحد. كويس وهنعوز نعمل سبتراكشن برضو، هنعوز نعمل سبتراكشن في حاله السيت اون ليز زين، هي ما هي الا سبتراكشن، فهي سبتراكشن اهي، بس هنختار انبوت ايه؟ هنختار انبوت تاني. خلاص وفي حاله النور، حاله النور هتنجيت الاثنين لو انت عايز تعمل نور وهكذا. ممكن تعمل بقى حاجه ثانيه لايه؟ للناند اند سو اون. خلاص ده الايه؟ ده التيبل بتاع الاوبريشنز بتاعت الاي. قبل ما ننهي الدسكشن عن الـ ALU وبعدين ناخد حاجة تانية، تعال ناخد سمري سريعة يعني فليكس. لما تيجي تعمل arithmetic operation، لما تيجي تعمل arithmetic operation بين أرقام، جمعت رقمين على بعض أو طرحت رقمين من بعض هكذا سواء أنت جمعت طرح، ففي حاجة اسمها processor flags. الفليكس دي بتطلع لك شوية معلومات hints about the results. احنا شفنا منهم so far ثلاثة، او احنا اكشلي شفنا اربعه بس تعال نقولهم مع بعض. احنا خدنا الزيرو فلاج اللي هي ايه؟ اللي بتقول لك ان كل الريزلتس دي كل البيتس دي عباره عن زيروز. ونعرف نشوف الان فلاج. يعني ايه الان فلاج؟ ان الريزلت دي نيجاتيف ولا لا، ناخد البيت الاخرانيه دي ونقول عليها الان فلاج ان تقول لك الرقم ده نيجاتيف ولا لا.
ونعرف في عندنا كاري، لو رقمين طلعوا فيهم كاري منهم، طلع منهم كاري، فده كاري فلاج كاري، ودرسنا الاوفر فلو. في فلاجز اكتر من كده، في بروسيسور ثانيه فيها فلاجز كتير، بس الموست فيمس فلاجز هما النيجاتيف والزيرو والكاري والاوفر فلو. في الاساينمنت اللي انتوا رايحين تاخدوه في السكشنز الاسبوع الجاي، هتاخدوا المساله دي، الحل بتاعها مش موجود هنا، هتاخدوه في الاسبوع الجاي. عايزين نستخدم given an ALU that generates the four condition flags اللي هما النيجاتيف والزيرو والكاري والاوفر فلو، عايزين ديزاين ا سيركت، لوجيك سيركت، كومبينيشنال سيركت that generates the condition codes. يعني ايه condition codes؟ يعني ال higher level relations اللي هم عبارة عن equal، اللي هم عبارة عن equal و not equal، في carry، في minus، less than or equal، greater than or equal، وهكذا. دول اسمهم condition، اللي اسمهم condition codes. انك given two numbers باستخدام الاربعة flags دول، تقول لي المعلومات كلها عن two numbers دول، هل هو less than or equal، greater than or equal، plus minus، carry، في carry، ما فيش carry، في overflow، ما فيش overflow. هما دول الكومبينيشنز دي كلها موجوده في الجدول ده. خلاص، ده اللي انتوا هتعملوه في الاساينمنتس مع المعيدين، هتحلوا المساله دي بالتفصيل. It is a logical problem، it is a logical design problem، a combinational circuit، هتقارن الارقام ببعضها. بس ميزه المساله دي، او اللي هي مساله مش سهله، هي تاخد فيها منكم شغل، انها تعبر عن فهمكم للكونديشن كود. بفور ما اخلص اخر جزء في المحاضره، انا ممكن ابوز هنا. ممكن اعمل كده وارجع لكم تاني في السيستم هنا. لو حد عنده سؤال سريع ممكن اجاوب عليه، هجاوب على بعض الاسئله وارجع تاني عشان محتاج اخلص قبل في الوقت التايم. فاللي عنده سؤال يرفع ايده، ولو في حاجه مش واضحه ممكن بعد ما اخلص اخر جزء اقعد بقى زياده في الوقت اجاوب على الاسئله بتاعتكم واشرح حاجات تانية لو حد عايزني اعيد جزء تاني. خلاص، احمد ايمن اتفضل. احمد ايمن. ايوه دكتور، انا حضر. بس هو الاربعه اللي حضرتك قلت عليهم دول اسمهم كونديشن كودز، عشان لو مثلا في واحده ما فهمتهاش ممكن ادور عليها على النت مثلا. اسمهم كونديشن كودز اللي هم ايه، تعال نرجع تاني. انت غالبا مش شايف السلايدز، بس هم الكونديشن فلاكس، كونديشن فلاجز هم الزد والكاري والاوفر فلو والنيجاتيف. الكونديشن كودز انك انت تكومباين الفلاجز دي مع بعض عشان تطلع منهم معلومات اكتر. فالفلاجز هم اللي انا قلتك عليهم، الكونديشن كودز اللي هم ايه، less than، less than or equal، greater than، greater than or equal، لما يكون في رقمين مع بعض. الفلاجز دي ما بتطلعش كل المعلومات، هي بتطلع لك زيرو نيجاتيف بس، وبتطلع لك كاري اوفر فلو بس. انت عايز تعرف مثلا هل الاوبراند الاولاني كان اكبر من او يساوي الثاني ولا لا، مفيش فلاج للجريتر ذان او ايكوال، بس انت تقدر تكومباين ذم عشان تطلع منهم ان الفلاج دي. فالكونديشن الفلاجز هم الموجيفن، كونديشن كودز هم الكومبينيشنز بتاعتهم. مين عنده سؤال تاني يرفع ايده؟ اوكي، نرجع تاني نكمل اخر جزء في المحاضره، وانا بعد ما اخلص الجزء التاني ده اللي عايز يتفضل يمشي مفيش مشكله، بس انا هقعد اجاوب على اسئله الحاجات اللي مش واضحه. يعني I will always be available after the lecture for parts اللي ما كانتش كلير اشرحها للناس تاني. خلاص، اخر جزء في المحاضره هو ان احنا نصمم ما يسمى بريجستر فايل. الريجستر فايل ده مجرد اسم لميموري، الميموري دي ليها مواصفات معينه فهنسميها ريجستر فايل. احنا هندخل في السلايدز دي في التفاصيل بتاعه الميموري فروم ذا بوينت اوف فيو، ان احنا بس ايه، ان احنا بنتعلم او نريفرش الايه اللوجيكال انفورميشن بتاعتنا، ده الهدف من الموضوع. بس ده في الكورس ده بصفه عامه، مش ده الهدف ايه، مش ده الهدف بتاعنا. احنا بصفه عامه في الكورس ده بناخد اورجانيزيشن يو يوز اليمنتس عندها. فخلينا اجيب القلم تاني بتاعنا. الريجستر فايل بنسميه ار اف احنا، كونسيست اوف ا سيت اوف ريجسترز. يعني ايه ريجستر؟ انا اسيوم برضو انت خدت ريجستر، هي عباره عن 32 بت في حالتنا، كولكشن اوف دي فليب فلوبس، كلهم دي فليب فلوبس اهم.
دي فليب فلوبس مهمتها انها تتكتب فيها ارقام ونقرا منها ارقام زي دي فليب فلوب، ما هو 1 بيت 32 بيت دي فليب فلوب بنسميهم ريجسترز كان بي ريد اور ريتن باي سبلاينج ريجستر نمبر. فالاليمنت ده اسمه ريجستر فايل، ما هو الا عدد من الريجسترز بنقراهم ونكتبهم. طيب افترضنا عدد الريجسترز دول ان، فانا محتاج لوجاريثميك ان نمبر ريجستر 1 وريجستر 2. ناخد بالنا ان الريجستر فايل ده سبيشال في ايه، انه يقدر يقرا 2 ريجستر ات ا تايم ويكتب في الريجستر كل ده في نفس التايم. فالريجستر فايل اللي احنا بندرسه ده عباره عن 2 ريد اوبريشن 1 رايت اوبريشن ات ذا سيم تايم. ممكن تكتب في سيم بليس مرتين، ممكن تقرا سيم بليس مرتين مفيش مشكله، افترضنا انك انت كتبت نفس الرقم الريجستر هنا مفيش مشكله. لو بتكتب في مكان انت بتقراه فالريجستر فايل بيجارانتي انك بتكتب الاول وتقرا، فاولويز يو ريد ذا ليتست داتا. طيب يبقى دول انبوتس بتوعك. الانبوت بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر اوف ريجستر اللي انت عايز تقراها، another number for another register to read, number for register to write. بتدخل لنا input ايه؟ الداتا اللي انت عايز تكتبها في الريجستر دي بتدخل لنا كانبوت، بتطلع لنا كاوتبوت الايه؟ الداتا اللي انت عايز اللي انت قريتها من register 1 وregister 2. في control signal، دي control signal اللي كان بيسالنا على control، عباره عن one line بيقلو register file to write or not. ليه انا محتاج اعمل control signal دي عشان تقلو register file to write or not؟ اولا الرايت از ديستركتيف اوبريشن، يعني ايه؟ يعني انت لو سبتها مفتوحه طول الوقت وما خدتش بالك وفي داتا موجوده هنا، يو ار جوينج تو ديستروي ا بليس هير. لو هو بيرايت اول ذا تايم وانت مش عايز تكتب هيدخل يكتب في مكان ما هيبوظ لك الداتا. بينما الريد مش ديستركتيف اوبريشن، يعني ايه؟ يعني انت مش عايز تقرا وفي داتا على البورت ودايما في داتا على البورت هنا هيدخل يقرا مفيش مشكله. عشان كده احنا بنكنترول الرايت، بنقول له رايت او لا عشان ما يديسترويش داتا موجوده جوه. بينما في الريد I don't need to do that because ان الريد دايما non-destructive operation. خلاص احنا هدفنا في السلايدز دي، احنا في الكورس هنستعمل الاليمنت ده، we are using going to use it as a black box. بعد هدف الثلاثه سلايدز الجايين دول او اثنين سلايدز الجايين دول ان احنا نديزاين الريجستر فايل من جوه بس، just to refresh your information about الميموريز اللي انت درستوها في كورس اللوجيك في سنه اولى. طيب اول حاجه because reading a register is not does not change the state، مش destructive، فاحنا ما احناش محتاجين control signal read، ده اللي انا قلته من شويه. We need only to supply a register number as an input، اهو register number الاولاني وregister number الثاني، and the only output will be the data contained in that register. ده register file بتاعنا، ده مجموعه registers، ده الميموري بتاعتنا. حاطين multiplexer على كل output من كل registers دول، وانذر multiplexer هنا، وهنستخدم register number عشان نقرا من المultiplexer ده واحده من registers دول، والريجستر نمبر الثاني مع المالتيبلكسر ده عشان نقرا واحده من الريجسترز الثانيين الموجوده. Read ports can be implemented with two multiplexer each of which is as wide as the number of bits in each register of the register file. خلاص دول عدد الريجسترز والويث بتاعهم ده اللي هي عدد الداتا البيتس اللي فيها بيكوال الويث بتاع الريجستر داتا هنا. دي ريد اوبريشن، هي مالتيبلكسر على الاوتبوت بتاع الداتا. الرايت اوبريشن از ا بيت هاردر، صح؟ الامبلمنتنج ا رايت بورت از سلايتلي مور كومبلكس. لي since we can only change the content of the register اللي احنا عايزين نكتب فيها. Be careful. فاحنا هناخد الريجستر نمبر اللي عايزين نكتب فيها وندخلها على ديكودر يحول لك من n ل n to n 2 to the power n، يعني ده عباره عن n bits هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك 2 to the power n bits. واحد منهم بس هو اللي عليه واحد والباقيين عليهم اصفار، عشان كده اسمه ديكودر. حلو كده؟ وناخد الرايت اوبريشن اللي احنا بنقول we are allowed to write ونand it مع كل الاوبريشنز دول. فالاوتبوتس من الاند جويتس دول كلهم يا اما ايه؟ يعني هيكون كله صفار معناها you are not allowed to write، او واحد منهم هيبقى واحد اللي هو المكان اللي هنكتب فيه you can only write in one place. الواحد ده مدخلينه على ايه؟ مدخلينه على الكلوك او الجيت بتاعت الكلوك بتاعت الريجستر to allow it to write. الداتا اللي عايزين نكتبها داخله على الدي انبوت بتاع الريجستر وخلاص كده. فانت لما تختار ريجستر وتقول له رايت هينيبل واحده من الريجسترز دول، then you write this data inside that. We will need three inputs: a register number، الداتا عايزين نرايت، then a clock that controls the writing into the register. هي مش كلوك قوي، هي asynchronous clock، هي عباره عن control signal بس احنا بنسميها clock. We will need a decoder to generate a signal that can be used to determine which register to write.
What happens if the same register is read and written during the clock cycle? ده السؤال اللي قلت لكم من شوية. It design internally في الدائرة دي, because the write of the register file occurs on the clock edge, the register will be valid during the time it is read. The value read will be the value written into an earlier clock cycle. التفاصيل مش مهمة, تفاصيل ان احنا لما نعوز نكتب ونقرأ في نفس المكان هنكتب الأول وبعد كده نقرأ من المكان للمكان ده. كويس؟ طيب عايزين بقى نحط الكلام ده كله مع بعضيه. Design a register file that contains 2 to the power n 32-bit registers. Register file has 2 read ports and 1 write port. Draw the detailed circuit diagram. Draw the detailed circuit diagram. لما تلاقي السؤال ده في الامتحان معناها أنا عايز اللوجيك ديتيلز, أنا مش عايز الأورجانيزيشن. اسمها circuit diagram أو سير أو gate level circuit. اسمها gate level circuit. معلش أنا بكتب بالماوس عشان كده أنت بتشوف الكلام ده. خلاص؟ دي الدائرة النهائية. هي ما هي لتجميع الدائرة الأولانية. دي السيركت ده الجزء بتاع الإيه؟ بتاع الريد اللي هو 2 ملتيبلكسور بتاخده كنترول سيجنال ريجستر ريد 1 وريجستر ريد 2. دي الدائره بتاعه الريد, ودي الدائره بتاعه الرايت اللي هي الرايت سيجنال رايت فلاي الرايت كنترول سيجنال داخله مع ويتش ريجستر رايت 2 بتجنريت لنا من بانك اوف اند جيتس او اري اوف اند جيتس. واحده من السيجنالز دي بس هتبقى واحد باين كلهم اصفار او كلهم اصفار لو احنا قلنا نوت رايتنج زين وار انيبلينج وان اوف ذا ريجستر تو رايت انتو ات. انا كده خلصت السلايدز دي. ستيل ذير از 12 مينيتس باقيين في المحاضره. بصفه عامه انا اولويز هبقى افيلبل بعد المحاضره, يعني المحاضره تخلص 2:30 هتبقى موجود بعد المحاضره اجاوب على اسئله المحاضره, او لو احنا احتاجنا 5 دقايق او 10 دقايق زياده عشان نخلص الماتيريال عايزين نعملها هكون افيلبل. الجدول بالنسبه للحاسبات والاتصالات عنده بعد المحاضره دي فاضي, فمفيش عندنا مشكله. فانا I will stay online. اللي عايز يمشي مفيش مشكله, اللي عايز يقعد يسالني اسئله كله هيبقى بيتسجل, كله will be recorded في المحاضره. فانا I finish the lecture. الحاجات اللي عندي قلتها, اللي عنده اي سؤال يساله, او هيبقى في اوفيس اورز اونلاين هعلن عنها برضه هبقى available. اللي عنده اسئله يجي يسال. المحاضره مش صعبه خالص, كنت تبدو انها صعبه بس هي فيها logic details, you need to work it out. وفي assignment هياخدوا منكم شويه شغل مع المعيدين الاسبوع الجاي عشان you get familiar بالماتيريال. اللي عنده سؤال يرفع ايده واجاوبك على الاسئله تيل وي فينيش. اتفضل. احمد ايهاب اللي عنده سؤال يرفع ايده. يوسف علاء. دكتور حضرتك يوسف علاء اتفضل. الو يا دكتور. اتفضل. حضرتك كنت قلت لما يقول لنا السيركت دياجرام احنا محتاجين حاجه, يعني عايزين نعمل حاجه معينه, انا ما سمعتش بقى كانت ايه الحاجه المفروض نعملها. اللي انا كنت عايز اقول ان ده كورس كمبيوتر اورجانيزيشن, فان جنرال اي ام نوت اسكينج اباوت ذا لوجيك ديتيلز, ما عدا في المسائل اللي هتيجي في الامتحان على شابتر بي اللي هو الريفيو اللي انا عملته النهارده ده داخل في الامتحان الميد تيرم وامتحان الفاينل. طيب ازاي احنا نعرف ان السؤال مطلوب فينا هنعمل البلوك دياجرام او الاورجانيزيشن او السيركت ليفل؟ فيا اما اقول لك دروز السيركت دياجرام او اقول لك ارسم الجيت ليفل سيركت. يبقى انا اقصد انك انت ديزاين اللوجيك سيركت بتاعه السيستم. تمام شكرا. مين عنده سؤال تاني يرفع ايده؟ في اي سؤال؟ مصطفى احمد اتفضل. مصطفى احمد اتفضل. طيب مين عنده سؤال تاني؟ Last call for questions. حد عنده سؤال تاني؟ أحمد أيمن تاني تفضل. دكتور هو الماتيريال زي هتنزل امتى؟ الماتيريال بتاعت ايه؟ تقصد المحاضرة؟
المحاضرة موجودة على مايكروسوفت تيمز من امبارح. حلو. والفيديو؟ الفيديو انا الفيديو متسجل. انا هتكلم مع المندوب بتاعكم، بس انا ما عنديش مشكلة احطه بعد المحاضرة على طول يعني انا I will talk to them الكلاس ريب بتاعكم وديسايد وات تو دو، بس الليكش حتى موجودة 21 يوم بعد المحاضرة. I think في مايكروسوفت تيمز everybody have access to it after the class. Let us see together. بس انا هحطها اسجلها لكم على طول بعد المحاضرة. طب يا دكتور، في برضو مشكلة حصلت في المحاضرة دي، ان ساعات صوت حضرتك بيقطع. هو ده مشكلة في النتورك، هتحصل عادة بصفة عامة يعني النتورك always like this. هو نعم؟ كلنا التقطيع ده. ما انا اقول لك، هو دايما هيحصل مشكلة، يا اما انا هيبقى عندي مشكلة في النتورك، يا اما حد فيكم عنده مشكلة في النتورك. I hope ان الفيديو ما بيطلعش فيه التقطيع، انا هحتاج اشوفه واجربه. انا جربت قبل كده السنة اللي فاتت، كنت بستعمل زوم، كان الزوم ما بيطلعش التقطيع الصوت لانه كان لوكال بيسجل عندي على المحاضرة. فهوبفولي المحاضرة ما تطلعش مقطعة، لو في جزء طلع متقطع نبهوني ليه وانا هعيده لكم تاني. تمام، شكرا يا دكتور. احمد ايمن خلصت؟ طيب مين تاني عنده سؤال؟ فرح تفضلي. مين تاني عنده سؤال؟ يوسف عصام. ايوه دكتور عايش، اتفضل. هو دلوقتي بس مصطلح فلاج ده انا مش قادر استوعب يعني ايه فلاج. هل بتقول المصطلح ده كتير؟ هو فلاج باللغه العربيه معناها ايه؟ معناها لو دورت في الترجمه، فلاج معناها الرايه او العلم، معناها فلاج، صح كده؟ تمام. في الكمبيوتر احنا بنقصدها ايه في اللوجيك؟ هي انت ما خدتهاش في اللوجيك عشان دي مور اوف اورجانيزيشن كونسبت. معناها اذا 1 بيت، اذا دي فليب فلوب مسجل فيه بيت بتبقى 0 اور 1 ليها معنى. يعني على سبيل المثال، مثلا اديك مثال، جرس الباب مثلا ده بلاش جرس الباب، لو حد راكب في الطياره وحد طلب المضيف مثلا، فبيعمل ايه؟ بيضغط على زرار ففي لمبه منوره كده، فالمضيف اخر الطرقه شايف ان في حد منور اللمبه فبيروح له، فدي فلاج. فهي الفلاج عباره عن عندي فليب فلوب بنسجل فيه 1 و 0 عشان نديكيت سمثينج. يعني فور اكزامبل انا عايز انديكيت ان حصل ايه، ان الريزلت اللي طلعت دي كلها 0 بس، فالفلاج بتقول لي الريزلت 0. لو انت مش عندك الفلاج، هل انت تقدر تستعوض عنها بلوجيك سيركت؟ اعمل ايه؟ اخد الاوتبوت ده كله واعمل له اورنج وبروسيس ذات، بس ده هياخد منك وقت. خلي بالك في عالم تصميم البروسيسورز الوقت مهم جدا اصلا. يعني حتى مصطلح اورنج ده انا مش يعني ايه اورنج اصلا. انا اور، انت خدت الاور جيت، خدت الاور جيت في سنه اولى في اللوجيك، فاورنج معناه انك تقور البيتس مع بعض. تمام، اوكي. فهي الفلاج حاجه انت تعرفها، بس انا بطلعها لك ببساطه واديها لك على طبق من فضه كده عشان اسهل عليك شغلك. يعني انت عايز تعرف الرقم نيجاتيف ولا لا، هتعمل ايه؟ هتروح تعمل سيركت، تروح تبص على الموست سيجنيفيكانت بيت وتقول ان الرقم ده نيجاتيف ولا لا. انا هقول لك ان هو نيجاتيف ولا لا بسهوله بفلاج. تمام. طيب معلش بس سؤال تاني، هو الجزئيه بتاعت الريجستر، موضوع الريد والرايت، انا يعني ما فهمتش احنا عايزين نوصل لايه في الاخر يعني. الهدف الريجستر عباره عن ايه؟ عباره عن ميموري، عباره عن انت خدت الميموري السنه اللي فاتت، عباره عن اري او ماتريكس ان في ام. الريجستر عباره عن فيكتور اللي هو عباره عن 1 لاين بس في نمبر بيت. فالفكره في الموضوع انك احنا حاطين شويه ريجسترز مع بعض في ريجستر فايل، وعايزين نعمل ايه؟ نقرا ونكتب منهم، بس ده الفكره في الموضوع. فانت تقرا يعني عندك عدد 32 بيت، عايز تقرا واحده منهم، فبتقول لي رقمها كام، الشقه رقمها كام، فانت عايز تشوف مين ساكن في الشقه دي اللي تكتب فيها، عايز تكتب ديتا، تسجل ديتا في الفاليو في الريجستر دي. ده يعني ده انا مش سامعك، صوتك راح. ده يعتبر لا، انت صوتك راح، قلت عيد تاني السؤال. انت ميوتد على فكره، انت قدام مني، انت ميوتد. الو قول لي بقى السؤال. أيوة. بتاعك ايه؟ اسمع يا دكتور ولا اتفضل. طيب هو يعني يعتبر دلوقتي الريد والرايت بتاعها يعتبر ده زي السيلكتور مثلا في زي المالتيبلكسر يعني ولا؟ اكزاكتلي كده بالظبط. فانت بتريد بتسلكت ويتش ريجستر، يعني انت عندك 32 ريجستر متسجلين في ريجستر فايل، فانت بتختار مين فيهم اللي تقراها، ما تقدرش تقراهم كلهم، فانت بتختار. فهو في مالتيبلكسر بيختار مين الفاليو متسجله فيها تطلع على البورت. تمام، اوكي، شكرا دكتور. اندرو طيب. اندرو مش دكتور محمد. ايوه دكتور، انا معاك. مين معايا؟ انا اندرو، اتفضل. لو سمحت، احنا في الحته لما كنا بنشرح الاوفر فلو، لما قلنا ان احنا بناخد اخر بيت خالص
وبيطلع كاري اوت. هو مش الكاري اوت ده يبقى انا كده كاني استخدمت ال 33 بت، فانا كده معايا اوفر فلو. فكان في حاجات في الترو ستيبل اللي احنا كاتبينه بيكون في كاري اوت وبنقول ان مفيش اوفر فلو. خليني اعطلك. اوكي، الكاري اوت والاوفر فلو حاجتين مختلفين، وتعالى نتفق على كده عشان ما نختلفش بعد كده. ايه، انت ممكن يبقى عندك كاري اوت وما عندكش اوفر فلو. يعني على سبيل المثال تجمع رقمين بوزيتيف على بعض ويطلع ريزلت بوزيتيف وفي اوفر كاري، مفيش مشكله. وممكن يبقى عندك اوفر فلو وما عندكش كاري. يعني على سبيل المثال تجمع رقمين بوزيتيف يطلع رقم نيجاتيف وما فيش كاري، خلاص. زي ما اديتك مثال انك جمعت مثلا 5 زائد 6 يطلع 11، مفيش كاري، بس النتيجه ايه؟ النتيجه نيجاتيف. فالكاري والاوفر فلو حاجتين مختلفين عن بعض، ولا ما كناش عملنا تو فلاجز فور ذات؟ تعال نتفق على كده الاول. اسالني بقى سؤال. لا، هو انا كنت فاهم ان انا مثلا لو انا معايا مثلا 4 بيتس وطلع لي مثلا ان الانسر هيطلع فيها 5 بيتس، فالرقم 5 ده هو ده يعني لو جاي من كاري اوت يبقى هو اسمه كاري اوت. لكن لو يعني لو انا بقى بزود بيت زياده في الاخر عشان اشوف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، فهو ده الاوفر فلو ده اللي انا فاهم. لا، انا مش هزود بيت زياده عشان اشوف بوزيتيف ولا نيجاتيف. هو حتى انها البيت الاخرانيه هي البوزيتيف والنيجاتيف، مش هبص على انا فهمت انت عايز تقول ايه. انت عايز تقول ان الكاري ده هو البيت رقم 33، فلما كمان لو كنت انا بجمع 32 زائد 32 يطلع نتيجه 33. فتعالى نتفق عشان ما نختلفش ان الارقام بتاعتك بتنجمع 32 وريزلت 32، وان الكاري ده مش بارت من الريزلت، ده فلاج. انا بنبهك ان الريزلت طلع معاك كاري، اتصرف. الريزلت لو خدتها زي ما هي غلط، في كاري معاك. طب ما هو ده معناه انه لو انا هاخد الكاري مثلا طلع 1 وانا الجمع طلع 32 بت، فلو الكاري 1 يبقى ده رقم نيجاتيف. لا، ممكن يطلع بوزيتيف. انا معايا كاري 1 اصلا، يعني انا طلع لي 32 بت. ما تبصش على الكاري على ان هو نيجاتيف، يعني ان هو الساين فلاج. الساين فلاج هي دايما اخر بت في الرقم الاصلي. اذروايز من غير الكاري يعني. بالظبط كده. اذروايز اللي احنا قلناه يبقى غلط. المفروض نعمل لوجيك ايكويشن ثانيه مختلفه لو ماشي كلامك. يعني كلامك مش لازم يكون غلط كلامك، بس هو مش ماشي مع، مش كونسيستنت باللي انا قلته. اتفقنا ان النيجاتيف فلاج او نيجاتيف بيت او الساين بيت هي البيت الاخرانيه في الرقم مش في الكاري، فبالتالي الرقم مش هيكون نيجاتيف عشان طلع فيه كاري. لا، دايما هنبص على الرقم نفسه الاصلي هل هو نيجاتيف ولا لا. يعني طب معلش اخر سؤال، انا دلوقتي جمعت 32 بيت ورميت الكاري دلوقتي مش مهتم بيه، فانا ببص برده على اخر بيت ده بحدد اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، صح؟ طيب الاوفر فلو بقى هيجي منين؟ طالما انا بص يعني الكاري انا مش مهتم بيه وببص على، يعني حضرتك تقصد مثلا انه لو انا اثبت القاعده مثلا انه لو طلع مثلا انا كنت بعمل بوزيتيف وبوزيتيف وطلع طلع اخر بيت طلع مثلا 1، فده ما يبقاش فيه اوفر فلو. لازم اكون بجمع مثلا بوزيتيف مع نيجاتيف ويطلع في اخر قطعه، صح؟ لا، استنى بالراحه عليا. لما تجمع بوزيتيف زائد نيجاتيف عمره ما يطلع فيه اوفر فلو. خلاص، اتفق على كده. بوزيتيف زائد نيجاتيف عمره ما يطلع فيه اوفر فلو. سامعني؟ الو. لا، انا معلش انا دكتور النتورك قطعت، ممكن حضرتك تقول تاني؟ تعال نتفق مع بعض عشان بس برضو الكلام يبقى واضح. البوزيتيف زائد نيجاتيف عمره ما يطلع منه اوفر فلو. اوفر فلو دايما بيطلع ايه؟ بوزيتيف زائد بوزيتيف او نيجاتيف زائد نيجاتيف. وبص على البيت رقم 32 اللي هي الاخر بتاع الشمال في الرقم الاصلي في الريزلت مش في الكاري. فانت لو عملت كده انت لو طلعت 1 يبقى انا كده يعني بوزيتيف زائد بوزيتيف، طلعت 1 يبقى نيجاتيف، يبقى في اوفر فلو. اوكي، تمام كده يا دكتور. راحه تاني، لو عندك اسئله اسالني. طب دكتور معلش، هو حضرتك هتبقى افيليبل يعني انا مثلا هقرا المحاضره مثلا بالليل او بكره او بعده، حضرتك هتبقى افيليبل في اي وقت؟ انا هبقى افيلبل في السلايدز اللي هي اسمها ادمنستريتيفيا دي، هحط لك مواعيد اللي انا هبقى افيلبل فيها. بس ان جنرال انت ده توصل لي عن طريق الايميل، يعني الايميل بتاعي هيبقى موجود اللي هو واتخدوت الخراج اللي انت هتشوفه موجود على السيستم. والفيسبوك اللي انا بقى اللي انا عملت منه بوست هتعرف توصل لي، اللي هو واثق الخراشي، هتعرف توصل لي اللي هو على الفيسبوك ام واثق ام دبليو اي تي اتش اي كيو في الفيسبوك، ده توصل لي. فده تكتب لي على الفيسبوك او تبعت لي ايميل، او هقول لك الاوفيس اورز بتاعتي هعلنها لما احط السلايدز بعد ما اتكلم مع الدكتور طاهر المهندس ابرار ومهندس رزق. مش ميرسي يا دكتور، تحت امرك. محمد محمود،
وانا بقلاو انك تأميوت، بس انت عشان تتكلم تحتاج تعمل أميوت عشان اقدر اسمعك. خلينا نتعود على كده انك انت عشان تتكلم محتاج تعمل أميوت لنفسك. طيب يسرى محمود. انا مش سامع، صوت بيخروش كده احسن. دلوقتي الايه عباره عن شركه كبيره جواها كذا شركه تانية بيعملوا كذا اوبريشن باختصار. كلامك صح. الايه عباره عن مجموعه دوائر كل دايره بتعمل اوبريشن، والكنترول شركه بتختار اهني اوبريشن من دول تطلعها الاوبت. الكنترول سيركت ده بقى هو المالتيبلكسر اللي بيختار بيه في الاخر خالص. بالظبط كده، لو انا سامعك صح، المالتيبلكسر ده اللي بيختار ما بينهم هو ده الكنترول بارت في السيركت. عمر محمد. دكتور بعد اذنك، هو اللوجيك سيركتس اللي هي حضرتك موضح فيها الرسمه اللي هي فيها اند ونوت والكلام ده كله، دي نذاكرها ولا ما نذاكرهاش؟ في شابتر 2 بس حضرتك قلت. في شابتر بي اللي هو البارت اللي احنا شرحناه النهارده. فيما بعد الكونتنت بتاع وده وشابتر بي ده هيدخل في الامتحان في الميد ترم وفي الفاينل. تمام. ففي السكوب بتاع شابتر بي بعد كده لما ندرس البروسيسور، لا احنا هناخد الاي ال يو كبوكس بالرمز بتاعها كده ونستعملها بالكنترول، دخل كنترول دخل انبوتس. هي بتو ستيبلز برضه. الاي ال يو انا مش مهتم بالتروث بتاعها، انا مهتم بالفانكشناليتي بتاعتها. فانا هتشوف انا هستخدمها ازاي كاورجانيزيشن، بس مسائل شابتر بي في الاساينمنت وفي الميد تيرم وفي الفاينل تبقى فيها تقدر تصمم، اطلب منك تغيير في الاي ال يو من جوه، في نيد تو اندرستاند اللوجيك ديتيلز بتاعتها من جوه. تمام. شكرا يا دكتور، تحت امرك. محمد محمود اتفضل. محمود طيب، في حد عنده سؤال تاني؟ مصطفى أحمد. معلش يا دكتور بعد إذنك، بالنسبة للأوفر فلو اتفضل. بعد لما خلاص عملت ديتكشن عرفت إن في أوفر فلو، هل في طريقة يعني أعرف من قبلها من حيث أعدل مثلا عدد البيتس بتاعت الإنبوت من حيث ما يحصلش أوفر فلو في الأوتبوت؟ سؤالك ده سؤال جميل قوي. أنا ما اتكلمتش عنه، يعني أنا قلت إن هيطلع إيه؟ هيطلع أوفر فلو، وقلت ان هيطلع فيه كاري، بس انا ما قلتلكش هيحصل ايه. انت عرفت ان في اوفر فلو، وات شود يو دو؟ المفروض تقعد زعلان مثلا ولا تعمل ايه؟ قلتلك ان في كاري هيطلع كده. تعمل ايه؟ انا ما قلتلكش هيعمل ايه. السؤال ده سؤال مهم قوي 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 في الكورس بتاعنا ده، لان ده بيمثل علاقه السوفت وير بالهاردوير، وهو ده الكورس كله عباره عن كده. انا كهاردوير مش مطلوب مني احل مشاكل السوفت وير، السوفت وير او البروجرامر هو انا بقول له على انت طلبت مني سيرفيس هعملها لك، طلبت مني سيرفيس حصلت فيها مشكله هقول لك. Then it is responsibility من مين؟ من software هو يأكت. فأنا هروح للsoftware أقول له أنت قلت لي اجمع رقمين، أنا طلعت لك رقمين وفي كاري، اتصرف. أنا أروح للsoftware أقول له والله أنت قلت لي اطرح رقمين من بعض طلع في overflow، أدر الريزلت اللي طلعت لي يقول overflow. Then who should take an action؟ للsoftware. دي مش مشكلة الهاردوير، مشكلة الهاردوير إنه perform service we provide status. Then what happens؟ السوفتوير المفروض يعملها. أديك مثال إجابة على النقطة بتاعتك. انت دلوقتي عندك برنامج الماتلاب، لو تعرف برنامج الماتلاب، برنامج الماتلاب بيعمل arithmetic operations كتير جدا، وبيعمل ارقام كبيره جدا جدا جدا، والاوفر فلو از ا بوسيبيليتي. مين بيعامل الاوفر فلو؟ مين بيكبر الارقام؟ مين بيرياكت للموضوع ده؟ الماتلاب، نوت ذا هاردوير. انا كهاردوير بقول له انبهه خلي بالك الاوبريشن بتاعتك حصل فيها اوفر فلو. ذن الماتلاب يتصرف، يرايت النمبرز فور بيجر نمبر اوف بيتس، ممكن يعملها على تو اوبريشنز. يعني لو اديتك 232 بيتس نمبر وتك اجمع لي 264 بيتس، يو كان دو ات. يس يو كان دو ات. ازاي؟ هتاخد النص الاولاني تجمعه، ولو معاك كاري تجمعه على الاديشن بتاعت الرقمين التانيين. السوفت وير هتبريزنت لليوزر او البروجرامر الرقم صح، بس انا كهاردوير عملت الشغل المطلوب مني. فاجابه على سؤالك ان السكوب بتاعي كهاردوير انتهى ان انا بيرفورم الاوبريشن، وقلت لك ان الاجابه صح ولا غلط، قلت لك خلي بالك ان في مشكله، عشان كده سميناها فلاج. انا رفعت الرايه بقول لك خلي بالك، انا بنبهتك، عملت لك وورنينج، الرقمين دول طلعوا كده، بس خلي بالك ده في اوفر فلو، يو تيك ان اكشن. تمام يا دكتور، ماشي تحضيرك. ومع نهايه الكورس ده اللي ده هدف الكورس، الكتاب التكست بوك بتاعكم اسمه ايه؟ كمبيوتر اورجانيزيشن، نقطتين فوق بعض، هاردوير سوفت وير انترفيس. هدفنا في الكورس ده
نتعلم ازاي عالم السوفت وير بيتقابل مع عالم الهاردوير. السؤال اللي ما درست الكورس ده عمره ما يعرف يجاوب عليه. تمام يا دكتور. احمد ايمن اتفضل. دكتور هو السلايدز زي ما انا ما لقيتهاش في المايكروسوفت تيم، هو حضرتك رفعها على ال ام اس؟ لا انا مش رفعها على ال ام اس، انا مايكروسوفت تيمز موجوده فيه. استنى انا ممكن اعمل اتي، انا ممكن اشير مايكروسوفت تيم صح، اوريك انا رفعتها ازاي. مايكروسوفت تيمز اللي هو ده هو اعتقد، انت شايف السكرين بتاع مايكروسوفت تيمز؟ هو لحظه بس عشان النت ماشي، بدات اشوفه. طيب انت شايف اللي هو جنرال بوست الشات بتاعكم اهو، وفي فايلز اهي. تمام تمام. بعد كده فتحت الفايل فيه كلاس ماتيريال، تحت الماتيريال فيه كميه فولدرات كتيره فيها سلايدز، وتحتها في السلايدز اللي انا شرحتها النهارده. تمام شكرا جدا. ولو رجعت تاني هنا هتلاقي فيه لينك اسمها ليكشر فيديوز، هحط تحتها الفيديو بتاع النهارده. انا اي نيد تو فيجر اوت انا هعمل ايه، بس اي ويل دو ذات افتر ذا كلاس. تمام شكرا. يا ريت يا دكتور الفيديو يعني يترفع النهارده مثلا او كده يعني. اي ويل دو، انا هشتغل مع الكلاس ريبس بتاعكم المندوبين وهعمل كده ان شاء الله. تمام شكرا جدا يا دكتور. اوكي مين عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال يرفع ايده. I will wait for 30 seconds وبعدين ننهي المحاضرة. طيب انا هنهي الريكوردينج، stop recording اهو.